تابعونا، لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر التنبيهات لتصلك آخر المستجدات. مرحبا بكم مستمعينا الكرام مجددا في الموسم الجديد الرياضي على أصوات، برنامج أصوات الرياضة في موسمها الجديد، الحلقة الأولى في الموسم اللي غدا تكون خاصة بالحديث عن مباراة الأولى للأسود في الموسم الرياضي كذلك الجديد. المباراة الأولى كان أمام منتخب الغابون واللي انتصر فيها المنتخب الوطني المغربي برباعية، ويؤكد مرة أخرى التفوق الذي حققه في يونيو الماضي خصوصا في مباراة منتخب الكونغو والتي فاز خلالها بسداسية نظيفة، مباراة التي كانت فيها غزارة تهديفية. واليوم المنتخب الوطني المغربي يؤكد الصحوة التهديفية بعدما كان المنتخب الوطني المغربي يعاني على مستوى تسجيل الأهداف، وبالتالي مباراة الأمس كانت فيها الفرجة وكانت فيها كذلك المحاولات الضائعة من كلا المنتخبين، لأن المنتخب الغابوني قام بمباراة في المستوى وكاد أن يسجل أهداف أخرى بعدما أضاع ضربة جزاء وسجل الثانية، وكذلك أضاع العديد من الفرص بسبب ربما تسرع كذلك لاعبين المنتخب الغابوني، وبالإضافة تألق الحارس ياسين بونو الذي كان من نجوم مباراة الأمس، ولولا ياسين بونو ربما لتلقينا أكثر من هدف في مباراة الأمس، وكذلك إضاعة العديد من الأهداف بالنسبة للمنتخب الوطني المغربي، وسجلنا 4 أهداف حصيلة إيجابية في مباراة الأمس بعد العودة للظهور مرة أخرى بعدما كان آخر ظهور في يونيو الماضي. غادي نتكلموا على هذه المواجهة وكيف لعب المنتخب الوطني المغربي خلال هذه المواجهة إن شاء الله خلال هذا الحصة من برنامج أصوات الرياضة. مربح تلسب حضور الإطار الوطني مصطفى صدقي وكذلك اللاعب الدولي السابق والإطار الوطني مراد حديود، كيف ما العادة وكيف ما وارفتوا مستمعينا الكرام في كل موسم فبرنامج أصوات الرياضة كيرفقوا فقرات موسيقية متواصلة معنا إلى غاية نهاية البرنامج على الساعة 6 مساء، وكيف تفتحوا بها الحصة من برنامج أصوات الرياضة مع المخرج ديالنا سيف الدين البلغيتي اللي مرافقنا خلال هذه الحصة، ونذكروا أنه بعد لحظات يلتحقوا بنا كذلك المتابعين ديالنا صفحة برنامج أصوات الرياضة على الفيسبوك. إذن نبداو مع سيف الدين البلغيتي برنامج اليوم من برنامج أصوات الرياضة. اهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام مجددا على راديو اصوات وكذلك على صفحه برنامج اصوات الرياضه على الفيسبوك. الحديث وبرنامج جديد اليوم في موسم اذاعي جديد على اصوات، والحصه الاولى كانت المناسبه مباراه المنتخب الوطني المغربي، فغادي نخصوا هذه الحصه لمباراه الاسود اللي كانت يوم امس امام منتخب الغابون واللي انتصر فيها المنتخب الوطني المغربي أمام منتخب الغابون ب4 أهداف. المباراة كتدخل في إطار تصفيات كأس الأمم إفريقيا المغرب 2025. كيف ما كيعلم الجميع المنتخب الوطني المغربي متأهل سلفا إلى هذه النهائيات باعتبار البلد المضيف، وكذلك نتائج ديال هذه المباريات الخاصة بالمنتخب الوطني المغربي لن تحتسب على اعتبار أنه 3 منتخبات ستنافس من أجل بطاقة واحدة باش يلتحقوا بالمنتخب الوطني المغربي. فالغابون وليسوتو إفريقيا الوسطى غادي تكون كتنافس من أجل بطاقة واحدة مؤهلة للعاب أو كأس أمم إفريقيا 2025. تحليل سعيد سيباوي اللي درس 8 ديال التعليق كأول واحد كيدير معنا التعليق في هذا الموسم في صحة برنامج أصوات الرياضة، تحية لسي سعيد سيباوي، كذلك حمزة حماني تحية لك. إذن كنرحب بالسي مصطفى صدقي الإطار الوطني في انتظار التحق بنا السي مراد حديود، كذلك السي مصطفى أهلا بك. مساء الخير سي يوسف، تحية لك، تحية سي سيف الدين، تحية المستمعات والمستمعين مشاهدات ومشاهدين ديال الراديو أصوات، وتحية الإخوان اللي دابا بداو بلي كومونتير بداو معنا العام الجديد. نتمنى يكون عام سعيد ان شاء الله على الجميع، ليهم وعلى
جميع المغاربه ان شاء الله. ان شاء الله سي مصطفى في انتظار كيف ما قلنا التحق بينا سي مراد حديوي، تحيه السياسر عطار اللي التحق بينا كذلك صفحه برنامج اصوات الرياضه. البارح تابعنا اللقاء الاول في الموسم الرياضي الجديد للمنتخب الوطني المغربي، على اعتبار ان هذه اول دات فيفا اللي كتكون في بدايه الموسم الرياضي في شهر 9. كنعرفوا انه ربما كتجي من بعد مباريات قليله في الموسم الرياضي الجديد، كاين اللي دوريات لعبوا اربعه المباريات، كاين اللي لعب غير جوج، كاين اللي لعب مباراه واحده بحال الدوري ديالنا حنا لعبنا غير مباراه واحده وتوقفنا، مع العلم انه راه كان واحد الدوري ديال التميز راه تخشى وسط هاد دات فيفا، غادي نتكلموا عليه غدا ان شاء الله الدوري ديال التميز والاهميه ديالو. فبالتالي الدوري ولا التميز؟ احنا متميزين ديما هنا الحمد لله متميزين. فالمباراه ما عرفتش واش كان فيها ايقاع جيد ديال مباراه رسميه بين منتخبين كيتنافس واحد فيهم على بطاقه تأهل الكأس أمم إفريقيا والآخر ينافس من أجل التحضير لهذه المسابقة، على اعتبار أنه المتأهل سلفا بالنسبة للمنتخب الوطني المغربي لونجو لأنه يخسر ولا ما يخسرش ما كاينش، لأنه ما كاينش ذاك أنه متبوع بتأهل ولا متبوع بجمع النقاط، هو متبوع فقط بالاستعداد والحسن الحظ. أن المنتخب الوطني المغربي عنده واحد المدة طويلة فين وجد، عنده 6 مباريات ديال كأس أو إقصائيات كأس أمم إفريقيا، وعنده مباريات اخرى ديال كاس تصفيه كاس العالم، وبالتالي عندنا واحد متسع من الوقت لتصحيح الاخطاء، وهذا من حسن الحظ ديال المنتخب الوطني المغربي. وغتكون مجموعه ديال المباريات غادي تجراو في المغرب، منها مباراه ديال ليسوتو نهار 2، ومنها جوج مباريات ديال افريقيا الوسطى اللي غادي تلعبوا في وجده ان شاء الله في شهر اكتوبر المقبل قبل الرحيل لليبروفيل. مجملا كيفاش شفتي الايقاع ديال مباراه الامس قبل ما نتكلموا على خصوصيات المباراه بصفه عام بصفه يعني بريسي كيف ما كنقولوا؟ واحد التحيه خاصه بعدا للسياسر عطار والسيبويه، ما عقلتش شكون الدحماني والسيحي بور عبد الله وكاع المتابعين ديالنا مصطفى الزياني مصطفى الزياني حتى هو من الاوفياء. دابا شوف واحد الحاجه، واحد عطينا الايقاع هذا هو الاول كيفاش لعبنا البارح، كيفاش كان الماتش بجوج الفرق بجوج، كيفاش كان الايقاع ديال حيت الماتش ماتش في بدايه الموسم الرياضي؟ لا شوف حتى انا راه هذه القضيه ديال اخر الموسم سميتو اول الموسم، هذا ماشي اول الموسم، واخا هي جات على لسان سميتو، ما عرفتش انا علاش الناخب الوطني كيبقى يقول هذه القضيه ديال الاخر ديال الموسم، الاول ديال الموسم، اما الاول ديال الموسم راه بادي شحال هذه في اوروبا، هاد اللاعبين اللي كاينين في اوروبا غير اللي ما عندوش فريق ولا اللي في دكه الاحتياط ولا اللي باقي ما سميتها ما لا بريباراسيون، راه كلشي داير لا بريباراسيون مزيان. اذا دابا راه ما كنهضروش ما فهمتش لا هما كيقول لك بدايه الموسم يعني اللعابه ولا الفرق بصفه عامه ما لعبوش مباريات كثيره باش يكون عندهم داك الايقاع ديال المباريات. لا الايقاع كاين ما يمكنش، هذا المنتخبات الاعبيه راه كاين الايقاع، ماشي ما كاينش ايقاع. كيفاش جاك الايقاع ديال البارح؟ ايقاع كاين غير بعض اللاعبين، اسمع غنقول لك دابا المشكل فين كيكون. بعض اللاعبين هاك نهضروا دابا على الصعيد العالمي، بعض اللاعبين سمعتي ما كيدخلوش في لا كومبيتيسيون كيتعطلوا واحد شويه فهمتي، هو هكا هكا كما كنقولوا هذيك بين قوسين ذهنيا ملي كي داك لونغروناج ديالو مع مقابلات وداك الشيء كيزيد يتحسن، اللي عنده هامش تحسن هامش تطور مثلا كاين اللي كيزيد سميتو، كاين اللي كيتعطل باش يدخل في لا كومبيتيسيون بديك 100% ولا بديك 90% ولا سميها حالات اللي كيكونوا مثلا فهمتي خاصه، ولما كيكون جاب دا مثلا الموسم كان تعطل في الموسم وبدا لا بريباراسيون مع الفرقه ديالو بحال اللي كانوا في كوب دوروب مثلا جمع الطلبه كي داكشي كيكون تقريبا مدروس، هادشي كيكون عنده واحد الهامش اللي هو قليل، ولكن حنا ما عرفتش علاش هادشي كيبقى يتعاود في المغرب. عندنا بزاف هاد القضيه برا ما كتسمعش هاد القضيه ديال سميتو ولا بلاتي مثلا كانت مجموعه وما خداتش داكشي خداتو مثلا جات رام بريباري داكشي ولا بحال واخدين المقابله بانهم كيدوزوا في جايين عطله، تقدر كتوقع راه وقعت بزاف ديال المنتخبات وخرجوا من المنافسة اليوم هكا. رجعوا للايقاع، الايقاع كان مزيان، ايقاع في مستوى ماشي ايقاع مثلا بطيء ولا مقابله اللي كانت ممله، غير هي كاين فرق ما بين الشوط الاول وفرق ما بين الشوط الثاني للفريقين، راه كنهضر على المنتخبات بجوج، كان فرق اللي هو
بحال قلتي الوجه اللي ظهروا به في الشوط الاول بجوج ماشي هو الوجه اللي ظهروا فيه بالشوط الثاني، ماشي كان اكفس ولا شي حاجه غير كان مغاير مثلا. هذا هو اللي واش كان الشوط الاول احسن من الشوط الثاني ولا شنو في الايقاع؟ لا لا، في الاول الكابون كانت في الشوط الاول احسن والمغرب كان في الشوط الثاني احسن. نعم. ماشي كانوا مكفسين ملي كانت الكابون مثلا مزيانه كان المغرب مكفس، ولا ملي كانت ملي كان المغرب مزيان كانت الكابون مكفسه. لا غير هو سميتو في الى رجعنا للمردود داكشي منتخب الشوط الاول كان لان سميتو الفرص اللي ضيعت الكابون في الشوط الاول داكشي الفرص اللي سميتو اللي كانت سانحه ماشي شي حاجه اللي كان يقدروا يسجلوا، وفي الشوط الثاني داكشي. طيب هو راجع، هما شوف هذا الشيء راجع للطريقه باش لعبوا وكيفاش الظروف، وحتى الشوط الثاني علاش بهكاك على الطريقه باش لعبوا والظروف اللي وقعت غادي نشرحوها من بعد. طيب ان شاء الله اعطيني في البدايه كيفاش لعب المغرب، بغينا نعرفوا قبل ما ندخلوا في التفاصيل ديال التكتيك وتفاصيل ديال المباراه كيفاش شنو الطريقه اللي لعب المنتخب المغربي. لا لا اعطينا في البدايه باش نعرفوا كيفاش لعبنا احنا في المباراه الامس. لا شوف راه دابا الكلمه اللي باغي نقلب عليها باش ما تكونش شويه قاسحه التكيس الاول العام هذا باش ما تكونش قاسحه دابا حيت دابا سميتو حيت بعض خطر الكلام ديالي كيأولوا الناس كيقول لك ودي راك سميتو. لا هو شوف راه 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 بزاف خليني انا دابا بلاتي اعوذ بالله نقول انا الا رجعتي دابا العامه العامه اكثريه الناس اكثريه الناس قالوا بان كاين اللي ما فهمش اللعب ديال المنتخب المغربي في الشوط الاول ماشي ما بانش فهمتي ما عرفناش الطريقه اللي لعب بها داك التنظيم ديال بحال دابا كيعطيو ملي كتعطى التشكيله كتعطى ديك 4 2 3 مثلا واحد ما بانش بان واحد بحال قلتي في الاورغانيزاسيون بالاخص في وسط الميدان ملي بعد خصك تلقى الخنوس في ايليا دروا كيعمر ديك البلاصه مثلا كتلقى زياد كيجي ياخذ كره فين ما خصوش ياخذها التموضع ديال زياد التموضع ديال دياز ما كانش باش شوف باش نعطيك باش تفهموا ويفهموا المستمعين دابا كيف هي تعطات فاش تعطات تشكيله تعطات 4 2 3 1 ياك هذه هي اللي تعطات مثلا وهذا السيستم كيلعب به وليد ماشي مره ماشي جوج. دابا ملي جا اللعب الديفلوبمون كيفاش كيدير اللعب ما بقاش كيبان هذا لو شيما مثلا حيت هو لو شيما في الاول ياك فسميتو لو سيستيم ديناميك ديال المنتخب المغربي في الشوط الاول داك التغيرات ديالو ما تابعش الشيما ديالو وما تابعش لو سيستيم ديالو. كان شي حوايج اللي هما في الشكل اللي غادي نشرح لك من بعد ونقول لك علاش وغادي نخرجوا حيت دابا كاين داك الشيء اللي كيبان كاين شي حوايج اللي كيبان. طيب. دابا تختار واش بغيتي اللي كيبان ولا اللي ما كيبانش. دابا البارح واش حيت انا صراحه أنا من الناس اللي ما فهموش طريقه اللعب ديال لا ما تفهمش ماشي غير انت ماشي غير انت بزاف ديال الناس يعني واش لعبنا باربعه المدافعين ولا لعبنا في الوسط الميدان انا ما عرفتش شحال واحد كاين في الوسط هو وسط الميدان هو اللي خلق هذا فوالا الجدل ولا المشكل كان في وسط الميدان المشكل لا مشكل عندنا في وسط الميدان المشكل كما كان في الالعاب الاولمبيه في وسط الميدان وقلتها لك. نعم. وحتى فاش بدا كيجي دياز وداك الشيء قلت لك دابا المشكل راه ولا عندنا في وسط الميدان ولا عندنا المشكل اللي كان في خط الهجوم ربما ما بقاش لان كثره اللاعبين كاين اختيارات السرعه كاين السرعه كاين الجوده كما كنقولوا كاين التقنيات كاين بزاف ديال الحوايج غير هو دابا المشكل اللي واقع في وسط الميدان وماشي شي لاعبين اللي حيت وسط الميدان فيه خنوس فيه امرابط فيه زياش ودياز بعد خطا هو كيجي كيدخل المهم بعد خطا هو نورمالمون خص يكون دياز كوميلي ولا زياش واحد فيهم في الوسط وواحد في الجناح هذا هو المشكل اللي تخلق ولكن راه دابا المشكل راه ماشي تاكسيكي مشكل ماشي تاكسيكي مشكل ديال التعليمات اللي هي بحال قلتي فيها شخصانه فيها قضيه ما نخسرش هذا ماشي كاع ما نخسرش باش ما يوقعش مشكل دابا النظره دابا وليد شوف انت انا غادي نلخصها لك دابا وليد مزيان ربح بربعه لواحد كاين اللي غايقول لك ورا سمعنا من وليد البارح في الندوه الصحفيه قال لك اودي راه مزيان يكون عندي هاد المشاكل والقادمه نربح بهاد المشاكل لا وليد لا خاصك كيكونوا مزيان واحد المشاكل باش تصحح بعدا واحد المشاكل باش تعرف غادي يجيك وقت اللي غادي تعول على شي حوايج وهاد المشاكل غيخلق لك مشكل اللي هو انت عقل على جوج كلمات اللي غادي نقول لك خلينا في جوج كلمات السي مصطفى عقل عليهم غادي نتوقفوا مع الفاصل ونواصل
مستمعينا الكرام، دائما هذه الحصه من برنامج اصوات الرياضه على اصوات. مرحبا بكم مره اخرى مجددا مستمعينا الكرام على اصوات، وكيلتحق بنا لحظه سي مراد حديود الاطار الوطني واللاعب الدولي السابق. سي مراد اهلا بك. اهلا بك سي يوسف. وانا سي مصطفى، ما شفتكمش دابا وانت طويل المده هذه تقريبا من قبل ما تسالي البطوله، دونك الرجوع ديال اليوم طلب سي يوسف دونك خويا وصاحبي وعزيز وغالي، وتاكد لي باني غنكون فرحان ملي سمعت بان سي مصطفى سي هو الضيف ديال الحلقه، دونك صافي بليزير نكون متواجد معاه. الله يبارك فيك سي مراد، الله يبارك فيك. كنتكلموا على المنتخب الوطني المغربي، قبل ما نجي عندك سي مراد تعطيني التحليل ديالك الاداء ديال المباراه الامس، واحد جنو قد قلتي غتكلم عليهم سي مصطفى، تعقل عليهم انايا تفضل. تعقل دابا البارح علاش الشوط الاول كان بحال هكا؟ تطرح هذا المشكل اللي هو ماشي مشكل، طرحت واحد القضيه، لان الى دخلنا للدماغ ديال وليد التعليمات اللي كانت معطيه البارح لزياش نفس التعليمات معطيه لدياس. علاش هو قال راه لعبنا بدوديس؟ وي الله يرضي عليك، انا ما سمعتوش، ما سمعتش هذه القضيه بالضبط، ما سمعتش. انا سمعتها في الندوه الصحفيه البارح، لان التحركات ديالهم والتموضع ديالهم بحال قلتي ديك القضيه ديال ها انت راه انت بطل ولا انت نجم، وحتى انت راجل نجم، ما بغيش ماشي قضيه تجبر الخواطر اللي كيقولوا عليها دابا الناس، ماشي قضيه هكا، قضيه هذاك جاي لان باش 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 سميتو باش تقنعوا كيفاش تقنع زياش في الاول نفس الطريقه اللي تقنع بها مثلا دياز. دابا باش هذاك ما يحسش بان الاخر نجم اكثر منه، هذاك حيت قديم ياك خاصو يبقى هو الباترون، والاخر حيت جا حيت كتعطاه، حيت ملي كتجيب لعاب بحال هكا راه كتوعدو، عندك حساب لك ديك السلام عليكم تجي واجي جي عافاك راه بلاتك، لا كاين وعود ديال غتلعب ودير غادي تكون رسمي ودير غادي سميتو ودير سميتو باش يقبل لك، هادشي المهم باش كيكون في الخفاء خصك تعرفو. دابا باش يبان هادشي باش السيد باش الولد يعيشو خصو ما يحسش بنقص بانك انت كتعطي لزياش انت باترونيت فهمتي وتخليني انا. دابا هذا هو اللي خلق مشكل البارح، حتى ولا الخنوس كيمشي إيليه، ما يمكنش خنوس غادي يمشي، لانه خنوس اصلا الا مشى إيليه ما غاديش ديزيكيليبر وما غايكونش رابيد اكثر من دياز مثلا ولا اكثر من زياش، وما غاديش يعطي لي باس اللي كيعطي مثلا زياش، اذا هنا شنو كيوقع لك ان ديزيكيليبر. حتى موضوع البارح ديالهم بجوج كان موضوع خاطئ، عقلتي المقابله الاولى فاش كنا لعبنا ولعب فيها دياز ديال دياز الاولى قلت لك بان التموضوع ديالو كان خاطئ على حسب القدرات ديالو البروفيل ديالو كيفاش كيديزيكيليبري ولي زون اللي خصهم يديماريين فيهم سميتو ما كانش، نفس الخطا تعاود البارح. نعم طيب دابا هادشي اش غيخلق؟ بلاتي انا عاود كنت قلت غادي يخلق، هذا غيخلق واحد المشكل غادي نقول لك ولكن غادي بحال غينزل عليك بحال الصاعقه، لا انت ولا حيت الا بقينا غادي الا بقى وليد غادي في هادشي هو وليد باغي يدير واحد الطريقه اللي هي زوينه، وليد دوز مونديال اللي هو مزيان، النتيجه البارح كانت مزيانه، كاين النتائج ضد البرازيل كانت مزيانه غادي، ولكن كاينين شي حوايج غيخلقوا لك مشكل هو تقدر تضرب ليه لا كارير على قبل هذه القضيه على قبل هذا الموضوع في الاخر. علاش؟ حيت هذه غير مقابله رسميه ولكن بدون نقاط وماشي مشكل، ولكن النهار غادي توقف عليهم في مقابله اللي هي صعيبه غادي يوقع مشكل، راه لاعبين على كاس افريقيا وفي بلادنا هذه، ولا دياز غيعتزل قبل الا بقى هاد لان علاش كاين تضارب في المهام طيب. كاين تضارب بلاتي في الشخصيه في النجوميه تضارب، هذا راه يخلق مشكل اللي هو كبير من بعد. سي مراد مباراه الامس انتصار 4-1 نتيجه كبيره امام منتخب الغابون كتعتبر من بين المنتخبات القويه على المستوى القاره الافريقيه، فكيفاش شفتي المباراه بصفه عامه وكيفاش لعب المنتخب الوطني المغربي قبل ما كيف ما كنقولوا نغوصوا في التفاصيل؟ لا هو انا اتصفح زعما في السوشيال ميديا يعني من البارح كنلقى بانه الناس كيهضروا على السلبيات اكثر ما كيهضروا على الايجابيات. انا الفريق الوطني ولا واحد الماده كيستعملوها بزاف ديال الناس اللي كنا كنحترموهم في السابق وكانوا محطوطين في واحد المكان اللي هي طيبه ومزيانه، ولا الهم الاول ديالهم والاخير هو الكريتيك ديال وليد الركراكي. الفريق الوطني المغربي ما فيش وليد الركراكي بوحدو، فيه واحد المنظومه اللي فيها لاعبين واساطير اللي بداو كره القدم دوبوي ديزاني سي فري كو التاريخ ديالنا ما فيش بزاف استحقاقات، فيه كوب دافريك وحده، ولكن حنا غادي في واحد الخط اللي هو مزيان. نشوفوا الايجابيات اللي كانوا البارح،
غير انا واحد الحاجه اللي استفدت منها قبل ما نهضروا في كما قلتي منغوصوا في هذه المباراه هذه كيبان لي بان وسط الميدان خصو يكون فيه اناحي وعاد نشوف واش غيكون معاه علاش لانه كلكا اللي عنده بزاف ديال الحوايج اللي هما مزيانين وممكن يعطينا بزاف بزاف ديال الحلول. انا من البارح كنشوف بزاف ديال الناس كيتكلموا على المشكل ديال دياز مع المشكل ديال زياش. انا دو مونور دو جو ممكن نلعب بهم لان واحد الوقت كنا كنلعبوا بهم كانت كتلعب بهم لا بلغاري واحد الوقت كتلعب بهم فرنسا كانوا كيلعبوا بهم المنتخبات الكبيره ولكن ما كانش هذا الاشكال. سي فري الا جينا كل مباراه ماركيو فيها اربعه ديال البيوت ويتقلقوا الناس ولا مباراه اللي كنديروا فيها التعادل وكيتقلقوا الناس دونك ولا مشكل شخصي ما بقاش مشكل رياضي. والمشكل اللي ولينا كنلقاوه مؤخرا هو لقاو بزاف ديال الناس ولاو كيديروا التحاليل والتعليق بغض النظر على انه ولا كيفهم ولا ما كيفهمش. سي فري كون الناس ولاو كيفهموا مزيان في كره القدم كتدخل كاين دابا دي كاين دي زابليكاسيون كتكتب داكشي اللي بغيتي كيعطيوك اللي بغيتي كتخرج كتبقى تهضر قدام الناس كتبان بانك واعر. لا ولكن في ارض الواقع صعيب باش تطبق داكشي. كيبان البارح بانه كانوا بزاف ديال الاماكن اللي كاين فيهم مشكل. سي فري كل بالك ولا كيبان بانه ميليو تيران ثقيل علاش لانه كان بزاف ديال ديبلاسمون ديال كيلكو جوار في دي زاكسيون ولا في دي زوكازيون اللي كان ممكن انه يمشيو رابيد كنا كنرالونتيهم وكاين دي زاكسيون اللي كنا خصنا طومبوريزيو لو جو ديالنا كنا كنلعبوهم رابيد وكنضيعوا فيهم البالون. سي فري كو ستابيليزاسيون سا دوموند شويه ديال الوقت. حنا ما عندناش الوقت عندنا كوب دافريك في البلاد وسي سيغ وانا كما قلت واحد النهار عندك هنا بانه الفريق الوطني المغربي غادي يلعب 6 المباريات وسي فري يلعب 7 كنظن او 6 وفي لاكوب ديال مون 7 7 دونك لان مباراه الترتيب انا بالنسبه لي كانت مباراه اللي هي كتسمى زايده ولكن كتسمى مباراه. الان تنقول لك بانه بهذا لاكاليتي ديال الجوار وبهذا المدرب هذا اللي ما عاجبش واحد المجموعه ديال الناس سي فري يكون احترم الراي ديالهم ولكن ما نكونوش قاسيين على وليد كما كان الحال انترناسيونال اونترينور اللي في المستوى فرحنا يمكن كاينين اغلاط وهاد الاغلاط كيستافد منهم كل واحد. الفريق الوطني المغربي سي سيكو لاكوب دافريكا تبقى في المغرب ان شاء الله وهادي غتكون اكيده لانه المنتخب الوطني المغربي ما مسموحش ليه ضيع ربما يمكن نقولوا سهله ديال الكوت ديفوار اللي غتكون ديال الكوت ديفوار اللي فاتت اسهل من اللي غتكون هنا في المغرب لانه غتكون ضغط ديال انك مستقبل وامام جماهير ديالك وفي الملعب ديالك فبالتالي غتكون عندك ضغوطات اكبر على انك خارج ارض الوطن وكتنافس مع بحالك بحال المنتخبات الاخرى كيف موقع الكوت ديفوار اللي كانت غادا تقصى لولا الحظ في اخر المباراه ديال دور المجموعات اللي كان فيها ملزم المنتخب الوطني المغربي انتصر في المباراه ديالو الاخيره اهل معاه المنتخب الايفواري فالضغط اللي عاشو المنتخب الايفواري اكثر من المنتخبات اللي مشاركه ال 24 الاخرى وهذا الشيء اللي غادي يعيشو المنتخب الوطني المغربي في 2025 هو غير مسموح ليه كذلك باش انه يضيع هذا كاس امم افريقيا المقبله. غادي نتوقفوا مع فاصل اشاري سيف ديال بلغيتي كيقولنا فاصل قصير ونرجع مكملين هذه الحصه لغايه السادسه مساء مع الدولي المغربي مراد حديود والاطار الوطني السي مصطفى الصدقي مباشره على راديو اصوات. دائما نواصل معكم مستمعينا الكرام هذه الحصه من برنامج اصوات الرياضه مباشره على اصوات مع الاطر الوطنيه السي مراد حديود وكذلك السي مصطفى الصدقي. نبدا بالتعليق ديال المتابعين ديال صفحه البرنامج احمد حاتم. هناك تحامل على المدرب وليد من بعض الاعلاميين وعلى وليد تفادي من الدخول في المناوشات كلاميا ليس لها معنى والانتقاد تمر ضروري لكن ليس الانتقاد من اجل الانتقاد وتحمل وليد مع العلم ان هناك مع العلم ان هناك عيوب لازم وليد يغيرها. وضحنا هذه العيوب سي احمد. سعيد سيباوي يوسف شو سول شي تقني ديالكم علاش انقطاع غير في هذا اللايف؟ ما كاينش انقطاع الناس راهم متبعين معنا. ياسر عطار وليد ولا عنده تاثير اقل في طريقه لعب المنتخب واصبحت للنجوم اليد العليا في المنتخب وهذه ضريبه الاعتماد على الميغا ستارز للاسف. تحياتي لك سي طارق احمد. كاين كذلك الدفاع كان كارثي والغابون ضيعوا 4 اهداف وتالق بونو وكانت غادي تكون اكبر شهر لولا تالق بونو. احمد حاتم قال لك تغيير ابراهيم وزياش غير مفهوم. واش الا كنا مازال محتاجين لابراهيم في المباراه وكنا غادي نديروا تغيير لزياش خاصنا نخرجوا حتى ابراهيم دياز. نوقف على التعليق هذا ديال السي احمد حاتم. تغيير غير مفهوم صراحه سي مصطفى. لا نتكلموا غير على التغيير بعدا على كل شيء التعليمات اللي كتعطيه معطيهم جوج بحال قلتي قد قد واش جوجهم كان خاصهم يتغيروا في ذاك الوقت؟ لا ماشي بالضروره. لا الفكره باينه دابا الفكره شوف الفكره باينه ما باغينش وليد
عنده واحد ما بغيش داك الاصطدام ديال النجوميه. هادشي راه ماشي في المنتخب، هو مع والد في المنتخب المغربي. هادشي راه وقع في فرق كبرى وملاعبين كبار كاصطدام على نهار سميتو في الجاكوار ديال البرشلونة. اش دار؟ علاش قال رونالدو سيرو ديكو وايتو؟ علاش؟ على قبل هادشي هذا هو المشكل. كان اصطدام ما بين ايتو وما بين رونالدينيو. رونالدينيو هو النجم، ايتو تا هو قال لك بالنجم، قال لي انا بحالي بحالو. الناس ما عارفينش هادشي، هادشي راه كيدور في الكواليس، راه وقعوا مشاكل. راه هادشي علاش غوارديولا دابا باقي شادين عليه على قبل هذه القضيه. راه كيوقع اصطدام ما بين النجوم. واش دابا زياش بغيتي انت دابا تجيب واحد جون مثلا يلاه جا المنتخب ويولي هو النجم ويتغطى عاديه؟ كيف ما قال دابا هو عيب لاشي وليد دابا كيفكر بان هذه الطريقه المثلى باش ما يوقعش الاصطدام، باش ما يوقعش ليه الاصطدام. طيب. شوف يكون والد يكون مدرب اخر هادشي غادي غيوقع. وزياش حنا عارفين الكاركتر ديالو كيفاش داير. هذاك الشيء علاش دار؟ كنقول لك نفس التعليمات، رجع للمقابله الشوط الاول نفس التعليمات اللي معطيهم. حتى في داك سميتها تجي تطلب، تجي تطلب الكره من عند ديفونس كيديروها بجوج مره كيمشي هذا مره بنفس الطريقه. والخروج خروج في نفس الوقت. علاش ما بغاش يعطي افونتاج الواحد على الاخر باش يبقاو يحسوا بان راه ما مثلا جوج بحال بحال. دابا هذه الفكره هي فكره عاديه. واش ممكن كيف ما قال مراد انه يلعبوا بجوج ديال لي مينور دو جو في نفس المباراه؟ على حساب شكون اللي معاك وعلى حساب سميتو. انك تلعب بدو مينور دو جو وملي تشيل الكره دير بريسينغ وتلقى زياش كيدور البارح كان كيدور. سمحوا لي على هذه الكلمه شويه قاسعه. كان مرتاح واخد راحته. احنا عارفين دياز كيقدر يدير بريسينغ، ولكن الا مشات ليه الكره فاتت النيفو ديالو يوقف ما يمشيش. اذا كان عندك دو مينور دو جو فسميتو ملي غادي تكون لا ترانزيسيون وما غاديش يعطوك داك الشيء. وعرفنا واحد القضيه اخرى خصك تزيدك بان سفيان المرابط ربع الخطاش كي 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 لا قبل ما نتكلموا على سفيان المرابط حنا كنهضروا انا كنهضرك على وسط الميدان. غتلقى مشكل تقدر تلعب بدو مينور دو جو على حساب لي زيلي اللي كاينين وعلى حساب هذوك سميتو على حساب لا ديفونس اللي كاين. هذا كاين بزاف كاين لاعب يقدر يغطي لك جوج ديال لي بوست مثلا ماشي مشكل. وكاين مثلا لاعب اللي خصو المساعده مثلا في مصر. اذا ملي كدير دو مينور دو جو بحال هكا واحد ما كيدخلش كاع في سميتو في ملي كتكون لا ترانزيسيون وواحد يقدر يدخل ويقدر ما يدخلش مثلا. اذا هنا علاش دابا حنا كنا العصا في بريمير ميتو كيفاش دابا انت ربحتي 4-1 واللي تالق عندك هو الحارس حيد كواري اللي صعاب من غير بان الدفاع ثقيل مثلا ولعبنا بدفاع متقدم وضربوا لنا كواري لان وسط الميدان لم يكن في المستوى. ماشي في اللعب، اللعابه مزيانين خنوس مزيان هذاك مزيان اللعابه اللي هما عندهم جوده، ولكن البارح في لورغانيزاسيون وفي كيفاش كان سميتو مصايب الشيء وداك الشيء كان فيه هاد ديزيكيليبر اللي كتشي لينا كره. طيب. هاد لي مينور دو جو كان كيخلقوا هاد المشكله. طيب سي مراد شنو رايك في التغيير اللي دار وليد الكراكي بالنسبه لزياش ودياز في نفس التوقيت؟ يعني واش بالضروري كان خاصنا نحيدوهم بجوج؟ لانه يمكن تفهموا كيف ما قال وليد في الندوه الصحفيه انه زياش بدنيا ما بقاش قادر لانه ما لعبش مباريات كثيره، خصوصا مباريات جوج مباريات الاخرى ما لعبش مع الفريق ديالو غلاطا سراي. ولكن دياز راه بدنيا مزيان. واش هو كيف واش تيه تكتيكي او لا؟ كيف ما قالوا بعض الاخوان هو تغيير باش يبقاو يعني حتى واحد ما عندوش لافونتاج على الاخر يكونوا بحال بحال. اولا سي يوسف خصنا ما نكونوش قاسيين على المدرب ديال الفريق الوطني المغربي انا كنسال باش نكمل الفكره غتفهم الاتجاه فين غادي. ما نكونوش قاسيين على المدرب ديال الفريق الوطني المغربي. وثاني حاجه ماشي اي تبديل من اجل تامين النتيجه او من اجل تغيير النتيجه. خصنا نعرفوا بانه القيمه ديال اللاعبين لا زياش ولا دياس كتجلى في لاعبين اخرين اللي تاهما في المستوى الكبير اللي تاهما في الفريق الوطني المغربي. نعم. دونك ملي كنقولوا بان درنا شونجمون دياز وزياش راه هذوك اللي دخلوا راه تاهما احسن من دياز واحسن من زياش. لانه في ليكيب ناسيونال ما كتكونش معامله ديال لاعب على لاعب. كنظنش بانه الامثله الكثيره اللي كاينه ملي كنعطيهم في دي كلوب ماشي هما في ليكيب ناسيونال. دونك انا ملي كنقول بانه الشونجمون اللي دات عاديه حفاظا على اللياقه البدنيه ديال جوج ديال اللاعبين. لانه علاش كنتكلموا على زياش ودياز وما كنتكلموش على اللاعبين الاخرين؟ في حين انه اللاعبين الاخرين تما المستوى ديالهم كبير ومع الفروق ديالهم. اللي غنتكلموا على 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 على, على انه كنت تعطى فرصه للازنو، ممكن تعطى الفرصه للوحيدي، ممكن انه نقولوا اشياء اخرى ومازال غنتعمقوا في هذا الامر. ولكن
انا كيبان لي بان شونجمون اللي دارت عاديه ديال جوج ديال اللاعبين اللاعبين عطاو كل ما عندهم وصلت النتيجه لواحد واحد الرقم ديال الاهداف دونك خصو يدخلوا لاعبين اخرين والدليل انه دار شونجمون خرج لو جوغ ديال الرحيمي ودخل بلاصه الكعبي سجل هدف دونك خصنا نكونوا كنهضروا نحلوا الامور اللي هي تقنيه 100% ما نكونوش كنتكلموا بالعاطفه لان واحد الفئه ديال الناس ولاو كيتحاملوا انا كتبت واحد التدوينه وعاود حيدتها شنو كتبت؟ كتبت بانه غادي اتاكي زياش من بعد المباراه وحيدتها علاش؟ لانه ملي كتكون منظم واحد الحمله ضد واحد السيد باش ارضاء واحد السيد اخر دونك ما كاينلاش دونك حنا هنا ما كنكونوش كنبغيو الفريق الوطني المغربي وليد الكراكي راه المدرب ديال الفريق الوطني المغربي وحب الوطن وحب الكره المغربيه ولا كنتي كتبغيها راه غتشجعها في السراء والضراء ولكن ما ندخلش الاسم ديال وليد في جميع الانتكاسات وفي جميع الاخطاء اللي كاينين سي فغي كو بعض المرات صعيب باش تجيغي واحد سته ولا سبعه ديال لي ستار عندك في ليكيب ناسيونال اللي عندهم اسم وعندهم كاركتير ممكن يكون عندهم اسم ولكن الكاركتير ديالهم عادي والدليل هو انك يبالك لا فورس كاركتير ديال حكيم زياش كتجلى في الضربات الاخطاء واخا يضربها عوجه كيعاود ياخذها باش يضربها علاش لان راه كاركتير ماشي حقد وانما الكاركتير ديالو كيبان له بانه دائما قادر ممكن يعطي اكثر تحدى هولندا وجا ليكيب ناسيونال سي كو الظروف ديالو ماشي هي نفس الظروف ديال دياز يمكن كان عنده ظروف او الله اعلم طريقه باش جا بها ولكن جا الفريق الوطني المغربي والطريقه اللي كيبين بها في المستوى ديالو داخل الملعب كتخليه على انه يقول بانه مغربي كبير وكثير وكيبغي الفريق الوطني المغربي حنا وانتم والاخرون خصنا نكونوا في اتجاه واحد ما نكونوش نقلبوا على اشياء اللي هي ماشي هذيك انا كيبان لي بانه شويه ديال النقص في الاحترام للشخصيه ديال مدرب الفريق الوطني المغربي ملي تنقولوا بانه راه دارت شدو شونجمون في توقيت واحد خرج هذاك والاخر باش ما يكونش واحد فيهم لو باترون راه ما كاينش باترون في ليكيب ناسيونال انا عبر التاريخ كانوا اسماء اللي كبيره وكثيره قداشنا هما وراه ملي كان كيهضر معاهم شخص ولا كيهضر لاخر كيحترمو وهذاك الشخص اللي كان محطوط في المكانه الاولى في الفريق الوطني المغربي كان كيسمع لهذاك لو جوغ اللي كان عادي وهادشي راه كيقدروا يقدروا يكونفيرميو لك الدراري اللي كانوا معنا في ليكيب ناسيونال دونك الفريق الوطني المغربي غادي مزيان خصنا نكونوا كنضافروا الجهود وغنمشيو انا قلت لك ملي كنقول واحد الكلمه راه كنهضر معك تقنيا ونهضر معك عاطفيا ونهضر معك كانسان مغربي قح كيموت على البلاد ديالو كيعرف بانه الغلط ممكن نتكلموا عليه ولا بغينا نصلحوه راه ممكن ان نناقشوا بيناتنا. ياسر عطار قال لك سي مراد راه وليد هو صاحب القرار هو من يتحمل المسؤوليه. مصطفى الزياني جيبوا لنا مدرب عالمي. ادم حمان حمله مسعوره ضد زياش يقابلها دلال منقطع النظير لصالح دياز. هذا هو التعليق ديال المتابعين ديالنا في صفحه البرنامج. لا واحد اي واحد القضيه بعجاله باش نمشيو ل تفاصيل المباراه. نعم المشكل فين كاين؟ الميكرو المشكل دابا حنا عندنا مباراه مزيانه ربح ب 4-1 مزيان هو راه قال البارح قال لك راه مزيان يكون عندي هذه المشاكل ونقرب واحد ديما باربعه حتى حيت المسائل هي متسلسله حنا مع وليد ياك حنا كنا كنقولوا هنا بان الوليد هو اللي خصو يبقى وصلنا للدومي فينال شي حاجه اللي ماشي سهله بزاف ديال المدربين ولكن ما تنساش راه لاعبين على كاس افريقيا راه يلاه تقصينا من التومون نعم ها شنو هو المشكل اللي خلانا نتقصر بحال حنا دابا يلاه غنلعبوا اول كاس افريقيا مع وليد لا راه تقصينا دابا راه هادشي اللي خايفين منه الناس وزياش ولدنا ولكن زياش نهار كان في مراكش وهز الساكو وخرج ما قالوهاش نهار زياش كاركتر ديالو صعيب وصعيب بزاف ماشي حمله شي وحده قالت يمكن حمله مسعوره ما حمله مسعوره كانت تفريقه في الفيستير وقعوا مشاكل ومع جميع المدربين ماشي هادشي كنقول بان زياش خصو يمشي لكن زياش في المقابله ديال البارح ما كانش كيدافع زياش كان لعب بخاطرو البارح خاص ما عرفتش انا ملي غنتلاقاو مع منتخبات اللي هي صعيبه ومنتخبات اللي هي كبيره راه خصنا ندو كاس افريقيا لان منظف المغرب اذا هادشي ماشي حمله لا ضد الركراكي ولا ضد زياش ولا ضد اي واحد كاينين مشاكل اللي بزاف الناس في العامه ما غاديش يفهموهم كيفهموهم الناس المحترفين ديال كره القدم هو المشاكل ديال الفيستير ملي كتوقع كريف جون كريف عرفتي اش قال جوهان كريف من الناس اللي ديتيكتاو المشكل اللي كاين في الفيستير فالنصيحه هو اللي عطيها لغوارديولا باش يجي يجري لهم قال لهم في القز ديال الدجاج ما يكونوش جوج فراج يكون فراج واحد يلا تخيل هذا عطيت هذا دابا قالها هكا بفمه اش كتعني جوهان كريف راه قلت لك كان سابق الجيل ديالو ب 20 عام اذا هذا سائق واحد لا هذا المشكل امتى كيبان
امتى غادي يبان؟ دابا ما غاديش يبان. دابا اي واحد غيسمع يقول لك حمله مسعوره ضد الوليد، لا حمله، لا هذا مش مشكل يتابع حتى غادي يدير ديك ملي غادي تفرقع في الفيستير، علاش يقول لك اه راه بصح كان راه حنا دابا حنا كنقولوا ملي كنقولوا هذا الشيء ولا ملي كنقولوا علاش حنا غنفترضوا انه غيتفرقع في الفيستير؟ لا عيب، لا بلاتي، حيت هذه مسائل اللي هي عاديه في كره القدم. انا وياك لاعبين في فرقه، انت باغي تكون نجم ولا باغي نكون نجم، وعاديه. راه ماشي قضيه مغربي ولا سميتو ولا صبليوني ولا راه عاديه. كاين الناس اللي كيضحيو وكاين الناس اللي كيبغيو يضحيو. فوالا يلا غنقول لك القضيه ديال ميسي مع نيمار. انا غادي نعطيك مثلا، نهار لعبت برشلونه مع غوارديولا ضد الانتر ميلان، فاش بدا كيلعب العام الثاني سميتو ميسي افون سونتر، ايتو فين كيلعب؟ نورمالمون افون سونتر. فين لعب ضد الانتر ميلان؟ جنب. لعب ايبي، لعب مزيان، لعب، ولكن ما كانش داك ايتو. ضحى ولا ما ضحاش؟ خصو يضحي. ودابا يقدر كون كان واحد اخر يقول لي لا راه ميسي. وكان تصنت لي هي تصنت شي، كون كان ايليا اخر، كون كان لعاب اخر يقول لي ايطو لا اللعب انا افون سونتر، حيت ميسي ما قدرش يضحي. هادشي بغيت نقول لك. طيب اسمع، ملي كتكون نجوميه، ملي كتكون نجوميه، اسمع لي مزيان، راه كنهضر معاك هادشي راه كيديروه في الكوتشين سبورتيف. ملي كتكون نجوميه وكيكونوا نجوم، الا كان النجم الكبير الباترون اللي با جينيرو، اسمع لي قلت فرصه، الا ما كانش فيه الكرم، نهار اللي ما نبريش انا، نهار اللي ما يسطعش النجم ديالي انا، نخلي الاخر يسطع. بحال قلتي دابا واحد في الباسكت كاين واحد ديك 3 بوين ما كتدخلش، كاين واحد ما كيطلع، عنده واحد مزيان ولكن هو النجم، هو اللي مختص. اش كيدير؟ كيولي كيبغي يسمعو كيعطيه كره كيخليه هو، علاش؟ حيت هذاك في نهارو. نعم. هنا فين كتبان ديك النجوميه. طيب. والكرم ديالها، حيت هذا الشيء شوف عاشوه في الفولي، عاشوه في الباسكت، في الهوند، في الفوت، عاشوه في في في, في, في سويتو. اش كيقول لها هذه الرياضات الجماعيه، عاشوا هذه المشاكل وحلوها الناس. حنا كنقولوا دابا كاين ماشي مشكل. نعم. ولكن كاين واحد الظاهره في المنتخب كمثال ديال الكرم والجود بالنسبه للاعبين ديال والنجوم فيما بينهم. احسن مثال هو ديال ميسي. ميسي راه في اوج العطاء ديالو، ولكن كيفاش بغي يدعم نيمار وكيفاش كيدعم سواريز، يعني كيبين لك انه القيمه ديال اللاعب، راه هو راه اسطوره من اساطير كره القدم، ولكن داكشي اللي كيعاود نيمار او سواريز على ميسي كيفاش، خصوصا واحد الحوار الاخر ديال سواريز اللي كان كيهضر فيه على طريقه لعب ديال ميسي مع نيمار، وكيفاش طلب ميسي من نيمار يبقى في برشلونه، وهو الى بقى غادي يكون هو صاحب الكره الذهبيه، ونيمار ما سمعش الهضره وراه خرج على راسه، راه دابا في الدوري السعودي. فكيبين لك القيمه ديال اللاعب والشخصيه ديال اللاعب، وخصوصا انه ملي كتكون بحال هكذا احتضنوا احتضن شكون احتضن ميسي، شكون رباه على هذه القضيه؟ رونالدينيو. لا رونالدينيو لانه كان جنبه مع انا واحد بحال ولده. نعم. واحد الاضافه الله يجازيكم بخير، لانه ملي كنبغي نعطيو اكزومبل ميسي ما نعطيوش مع شي واحد اخر، غنكونوا كنظلموه باش نكون واقعيين. ميسي كيغا واحد محطوط بواحد البلاصه، راه داكشي علاش نعطيك بحال داك السبع اللي كيكون كلا مزيان كتبان ليه النعمه حدا وكيشدها كيبوسها وكيحطها، هذاك مع كره القدم هذا هو ليكزومبل اللي كاين. دونك منين هذاك السيد ما نعطيو به اكزومبل حتى شي جوار حتى شي واحد، لان محطوط في واحد المكان وكاين الاماكن الاخرى اللي فيها احسن لاعب في العالم وداك الشيء، هو مريح الله هو حتى كيعيطوا ليه تيقول لي اجي خذ واحد اللعيبه ديها. دابا انت كتاكد المثال اللي عطيت، انا معاك في هذا الامر، ولكن ليكيب ناسيونال ماشي هو كلوب. ليكيب ناسيونال علاش ماشي هو كلوب؟ لانه ميسي كان كيكون مع نيمار كل نهار في ليزونترينمون، كان كيكون مع سواريز، ومنين عطى سواريز باش يدي، منين بان له بانه كاين واحد ليسباس كبير ديال الاهداف ما بينه وما بين رونالدو، كان قريب منه سواريز وكان خلى سواريز وكيعاونوا باش دا سواريز بيتور جو تخابيل واحد العام. دونك الكلوب كنكون كل نهار مع لو جوار، ولكن في كيب ناسيونال راه كنتلاقاو دو جوغ تخوا جوغ وكنلعبوا ماتش وكنمشيو بحالنا وكندخل في سيستيم اخر اللي ما عنده حتى علاقه مع السيستيم كنلعب به في كيب ناسيونال. دونك هذه وحده. ثاني حاجه، انا كيبان لي بانه ايجاب او بالايجاب غتنفعنا دياز وزياج، نتمنى لانه الكومينيكاسيون بيناتهم. علاش دائما ملي كيكون الماتش ديال ليكيب ناسيونال دائما كنهضروا على زياج وكنهضروا على 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 دياز على دياز؟ والبارح كانوا اشياء اخرى اللي كان من الامكان ديالنا نرفعوا من القيمه ديالنا في النقاش ديالنا، وانه احنا جايين بحالاش، لانه كان بروبليم في لاك سونترال البارح، كان بروبليم ماشي من القيمه ديال اللاعبين، القيمه ديال اللاعبين كبيره بزاف، ولكن التنسيق فيما بينهم ما كانش واضح. كان بروبليم ديال حكيمي والفعاليه ديالو والقيمه ديالو في الميكيل في البون دووا، ولكن لا بان ديفونسور دووات كان الفرق ديال انه لعب في لاكوش. البارح كيبان بانه مزراوي ما عندناش فين نلعبو غير هذاك البوست، لان داك هو لو بوست اللي غيصلح ليه.
ديال غوش دون. لا لا دروات مزراوي. دونك البارح حنا كناقشوا بانه راه كان بامكان ديالنا يتمارك انه هدف سي فغي وحنا درنا داك الحارس باش يكون مزيان وداك الحارس باش كلاصه مزيان لانه هذا هو النيفو ديالو. وانا تنقول بانه كانوا حوايج اللي داروا البارح في ليكيب ناسيونال ما يخلوناش نتكلموا على انه احسن واحد في المباراه اللي هو الحارس لان احنا ضيعنا بزاف وحتى المنتخب الكابوني ضيع. ولكن اللي تفرجنا بانه المنتخب الكابوني راه ماشي بنا باش يوصل بوطو لعب لي كونتر لا غير لي كونتر راه كانوا اخطاء راه حتى البينالتي اللي تعطى للكابون الثاني اللي غيتماركا راه كان واحد السهو ديال الزلزولي الكره غتلعب فلاتوش وهو داير لهاد الجهه كيشوف لهاد الجهه وتلعب هاد الكره رابيد مشات عطات الكره ضربات في الرحيمي بينالتي. دونك كانوا اشياء اللي هما انديفيديوال مي كيكون لعيب كيدير خطا ديالو راسو واش اللعاب ملي كيكون غادي وكنمسكو انا بالامكان ديالي نوصلو بلا فيتاس اللي عندي وناخذ الكره دونك انا كنتحمل المسؤوليه ماشي مدرب. واش ملي كنكون الواحد ما قادرش يدير لو كونترول دو بال وحنا عارفينو باغمي لي ميور جوغ في العالم وما قدرش يدير كونترول دو بال فواحد اللحظه واش المدرب واش حنا كيبان لك بانه الكره كتلعب واحد جوج باسك روميز عطات مشات في الكولوار عطات باس روتري تمارك البيت او ما تماركاش ودار الغلط واش 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 المدرب الكره اللي دخل فيها البارح ايوب الكعبي وسجل البيت الثانيه جاتو من موراه ديال الكره اللي دوز ليه الحكيمي واش المدرب. دونك خصنا نتكلموا على الايجابيات ديال المدرب كاينين الحوايج اللي وصلنا بهم بوطو كاين حوايج مزيانين ولكن كاينين الاشياء اللي خصهم يتصلحوا في الكومينيكاسيون. انا نسولك السي مراد الطريقه اللي وصلنا بها البوطو واش كتشوفها طريقه ديال لاعبين بخطه تكتيكيه اللي قدرنا اننا نوصلوا بها بطريقه اللي تدربوا عليها طيله الاسبوع او لا بمجهود الفرديات والكاليتي ديال الجوار اللي عندنا في المنتخب الوطني المغربي؟ وراه كان عندنا لاكاليتي الجوار ديال الفريق الوطني المغربي في النيفو عالي بزاف وما كناش كنقدروا نتاهلوا لاكوب دي موند داك الساعه شكون مدرب ولا اللاعبين علاش ملي كتكون الحاجه اللي هي زوينه تنقولوا انا كنسول لا ماشي لك انا ماشي جواب لك السي يوسف بالعكس حنا راه كتعرف بان لو غيسبي اللي بيني وبينك ولا السي مصطفى ولا حتى المستمعين انا كنوجه داكشي اللي كنحس به علاش دائما كنقولوا بانه الحاجه الا كانت مزيانه راه اللعاب ولا كانت خايبه راه المدرب وباقي حنا داك الزمن القديم تيقول لك في المباراه الاولى ديال اللاعبين وبين الشوطين ديال المدربين زعما هاد المصطلحات كيتجبدوا تيتكرياو فدوك علماء النفس القدام هما اللي جبدوهم وعاد حيهم دابا نو سمح لي ليكيب ناسيونال في اوت العطله وكانوا دي جوغ اللي في المستوى الكبير راه لعبت في ليكيب ناسيونال وكنعرف هذا الكلام اللي كنقول وما تاهلناش لاكوب دي موند ولينا كنتاهلوا لاكوب دي موند فاسيل ولينا واحد الوقت كنا كنفرحوا على اننا ندوزوا لاكوب دافريك انتم ما تاهلتوش لاكوب دي موند بسبب خطا بس اخطاء بسيطه كان عندكم منتخب زوين كان عندكم منتخب في المستوى لا انا ما عطيتش لي زومبل ديال في ليكيب ناسيونال ماشي هو نفس ليكزومبل اللي هضرت معك على انه راه كانوا مراحل مورا انا ما زدتش كوب دي موند وراه واحد الوقت ما تاهلناش راه 20 عام ما مشيتش كوب دي موند دونك باش نكونوا كنعطيو لكل واحد نعطيو الحق ديالو ليكيب ناسيونال الان كنشوفوا بكاين امور جديده ومزيانه دابا باش توصل ليا تقول لي التاكتيك ديال الوليد غيكون الابداع في الملعب باش انه نعطيه هذيك هذاك السيستم باش لعبنا وصلنا البوطو راه هو واش تخوا جو كاتجو غادي نبي غندير السيستم ديالي راه كل جو كيلعب السيستم ديالو في الكلوب ديالو ولكن ملي كنجي لا كومينيكاسيون اللي كتكون مع اللعاب ولي جيان دفي ديال لو جوار ولا فريشور اللي كتكون عند الجوغ هي اللي كتخليه على انه باش يكون في المستوى ماشي في المستوى راه عطيتك اكزومبل سي يوسف راه الجوغ مين ما كيدير كونترول خايب راه ماشي مدرب واش الكره ملي كتجيك دوفون البوطو وانت كتلعب في لون نيفو كتضربها برا واش المدرب دونك كاينين الحوايج ديال المدرب مزيانين ما نقصوش من القيمه ديال الوالد لا حتى واحد ما نقص من ولكن نديروا لابريسيون على الوالد باش انه تضح لنا الصوره لا سي مصطفى انت لاعب الكره وقريتي وديبلومي وانا كيشرفني دائما تنقولها وقلت قبيله في الديبا انا كيشرفني وقلت بانه انا يفرحني نكون مع السي مصطفى لانه عندك شوف المصطلح ديال كره القدم ما عادش بزاف ديال الناس وحنا كنحضروا معاهم في التحاليل وفي كل شيء وكنسمعوا بانه كاينين الناس باقين يلاه هذا من المعزه هذا من المعزه ديالك باقي الناس باقي عندهم مصطلحات غالطين يعني يقدر تقول لي تيقول لك اريان دروا هو راه ديك ان راه ما فاهمهاش كتقول لي لا راه اريان دروا كيمشي لاكوش يقول اريان كوش عاوتاني تصلح لي ذاك ان اللي كاينه في الاخر ماشي هي راه كاينه ار دونك هاد الحوايج حنا تنقولهم انا وياك كاينه الكومينيكاسيون دايزان دونك الحمد لله كاينه امور غير هي لا بريسيون تكون هي اللي في المستوى اللي ما نقيسوش بها القيمه ديال المدرب ديال الفريق الوطني المغربي لان
انه جاو اجانب لهنا للمغرب وتفلوا عنا باسماء مستعاره وتفلوا عنا بالاستعمار الفرنسي واحتلونا رياضيا بالنصب ديالهم. انا رونار كنقولها ما نكونوش قاسيين على وليد الركراكي لانه انسان يمكن ارتكب اغلاط في ديكلاراسيون ديالو ويمكن انه هو الطريقه ديالو هي هذيك. من انسان اللي كنعرفه انا انسان طيب وعنده بزاف ديال الميزات اللي هما مزيانين. باش تجمع مجموعه وهذا الكم الهائل ديال اللاعبين وبهذا الحجم وانك ممكن تلعب مباريات، انا تنقول بانه نحكموا على وليد الركراكي من بعد لاكوب دافريك. نحكموا على وليد الركراكي وحنا غاد في هذه المباريات. انا نقول لك واحد الكلمه، انا لو كنت مدرب غتكون عندي طريقه اخرى، غنحتفظ بها نفسي، ولكن يمكن حيت وليد هو المدرب وانا ماشي هو المدرب. بدون شك بدون شك. دونك كاينين دي ديسيزيون بعض المرات اللي يقدروا يكونوا ينفعوك وبعض المرات يضروك. وليد الا خذ ديسيزيون اللي هي سيفير ديال انه انا كنقول لك انت باترون وكل شيء غيسمع، ما يمكنش كرة القدم اصاحبي. شكون انت اللي غتقول لي باترون؟ اي واحد جاي من الكلوب ديالو راه باترون. شي تلعب في ليكيب ناسيونال باش تزاك الدرابو باش توقف وتسمع الشعار ديال الله الوطن الملك خصك تكون داجا. في هذه القضيه ديال الباترون، في هذه القضيه ديال الباترون، علاش حتى واحد ما كيتكلم على اشرف حكيمي اللي هو نجم من النجوم واحسن اظهره على المستوى العالمي، قدر يكون حتى هو باترون ديال ليكيب ناسيونال، علاش ما نهضروش عليها؟ البوليميك اللي كاينه راه داخل فيها شخص اخر. شوف انا يوسف، انا الا بغيتو تخرجوا مني راه غنادي، انا كتعرفني ما كنحشمش. لا حيت الا بغاوني نقول الاسم الثالث اللي على ودو نايض هذا الشيء راه غنولوا نهضروا. شوف حكيمي ستار، بغيت نقول لك لي 11 برومي اللي لعبوا الوالو كلهم دي ستار. ما نكونوش كنعطيو اسم على اسم وراه اي واحد تما. حنا طالبنا بالرحيمي وهو باقي ما وصلش لهذا التوب نيفو اللي عنده المستوى. دونك نتعاونوا مع الرحيمي وما نخصوش من القيمه ديال الاخرين بطبيعه الحال. اي واحد النقطه، واحد النقطه باش المستمعين سميتو، ماشي قضيه هنا اصلا لا انا ولا يوسف. نهار الناس طالبوا باقاله الركراكي، قلتي كنا كنهضروا عليك وسولتيني قلتي واش قلت لك الركراكي خصو يبقى. حنا في حاله، قلت لك في حاله، حنا كنا من المتشددين في هذه القضيه هذه لان الركراكي بحالك. قلت لك بحالك، قلت لك في حاله كاع مثلا الجامعه بغات تقيلو شكون غنجيبو؟ قلت لك في حاله نفكروا فيها. انا رايي بالعكس، ماشي قضيه انتقاد، غادي خصنا نبرفيكسيونيو. دابا هذا هو المشكل اللي عندنا، خصنا نبرفيكسيونيو. عندنا واحد الجيل اللي دابا تجمع وفيه لعابه اللي هما جون من زهرنا تجمع لينا دابا واحد الجيل وغتنظم كاس افريقيا هنايا. عندنا واحد الفرصه اللي هي كبيره ما خصناش نضيعوها. باش غتضيع؟ ماشي قضيه بوليد، قضيه بعض تهمل غير واحد النقطه ولا غير واحد الجانب ويقدر يريب لك كل شيء. قلت لك تقدر لا كارير ديال وليد تضرب. ثق بيا، غنزيدك واحد النقطة. قلتي قضية ديال ميسي كيحتضن الفرقة، شكون اللي محتضن جمال ونيكو في المنتخب دابا الإسباني؟ كاين احتضان رودري راه داير لهم بحال الأب. شي ملي كيضحكوا شي هما كيضحكوا داك الشيء، كتوصل واحد الوقيتة ملي كيفوتوا كيقول لهم كان سير مصطفى هذه كيقول لهم حبسوا. ولكن كتجوز دي ميساج يدوزوا ماشي على أنه يبينهم قدام الناس بأن شي لو باترون. دونك حنا الناس كيهضروا على انه لا قلت لك كاين داك الاحتضان حتى في المنتخب يكون. لا معاك انا، لا هو ما هضرش على الباتروناج، هضر على هذاك ماشي باترون. انا كنقول لك كلمه بين قوسين، بغيت نكمل لك واحد القضيه ديال الهبال، بغيت نعرف كيفاش توصل الميساج. فوالا معاك. دابا انا المشكل اللي كنهضر عليه اشنو هو؟ ماشي وليد، ماشي اللعابه، اشنو هو اللي خلى؟ راه حيت دابا انا غنجي ندير دابا الاناليز ديال الماتش مثلا من ورا، انا خدام عندي فرقه بحال هكا ولا منتخب اللي سميتو، ملي غندير الاناليز غنقول علاش الكابون وصلت وهدات ليا المرمى بزاف ديال المرات بريمير ميتو. نعم، احنا جايين هذه راه واحد ما عقلتش شكون اللي سولني هذا السؤال، خرجتي علينا ضيعتي. يلاه صافي نخليه لك كمل تسولو. دابا هذا هو اللي كنهضر عليه انا، ما قضيتش ماشي والله ما قضيتش وليد. انا مع وليد ويلعب هذا كاس افريقيا ويلعب كاس العالم اللي جايه. علاش؟ لان الشعب فرح، اكثريه الشعب كتبغيه. ماشي انا رايي انايا، الا بغيت نعطيك رايي في وليد غنعطي لك بزاف ديال الحوايج وبزاف ديال الواجهات. وعلاش كمدرب محترف ياك؟ اذا اشنو هو اللي خلى بان الكابون ربحها 4-1 ويوصلوا لينا في بريمير ميتو بزاف؟ تخيل بانه منتخب اخر احسن من الكابون ولا سولك جوج الناس بحال هكا يماركيو جوج ولا ثلاثه في الكابون. لعبنا قدام مصر شنو كان غادي يوقع؟ المشكل تصنت ليا، المشكل كنا غنربحوهم 4-1 تاهما. تصنت ليا المشكل اللي كان اساسي البارح الاول قبل بان ابقار باقي ما نضش في كورته اكرد ماشي في ذاك المستوى اللي عرفنا عليه ديال المونديال. يلاه راجع. وبان سفيان مرابط
بعض المرات ولاو الحالات لي كونتكست اللي كيوقع فيهم ما خصهاش كيتسوبر كما كنقول كيتفوق عليه ماشي بحال فاش كان في المونديال ما كانش كيسميتو ياك. اذا كاينين هادو باش نغطيو عليهم راه هذا هو المشكل. نهار واحد اللاعب اللي معولين عليه سمع يعطينا 100% ديالو وداك النهار كيعطيه 80 ولا 70 اشنا هو الحل؟ اذا الا كانوا صمت ليا اول ماشي خطا اول حاجه اللي كانت ناقصه البارح اللي خلات بان الكابون توصل لنا كاريدي زويت وتهدد بونو وتمحنه وتخليه يدير بحال هكاك ولكن كان في المستوى هو وسط الميدان. طيب لا ديزورغانيزاسيون اسمع ليا ما كانش بيان اورغانيز تخلي راه خلوص راه لعاب زياش راه لعاب عنده كاري قبل ما وصل زياش راه عنده لعاب ولكن بلا ديزورغانيزاسيون عدم التنظيم اللي كان بيناتهم البارح في بيرميتاسيون فتح في الموضوع وداك الشيء تما في كان سميتو علاش هذا الشيء قبل ما نوصل وسط الميدان نبدا بالدفاع هو الاول لأن الدفاع كان فيه مشكل دفاع اللي تخربق كامل يلا فيه نايف أكرد هو اللي يلعب في البوست ديالو زي أشرف حكيمي ونصر مزراوي بدلوا لي بوست لأنه كان كيلعبوا العكس حكيمي كان كيلعب في اليمين ومزراوي كان كيلعب في لاغوش واش بهذه الطريقة اللي لعب بها وليد الركراكي ديال مزراوي في اليمين وحكيمي في اليسار قتلت لنا الجهات بجوج لا اليسار لا اليمنى لا على المستوى الدفاعي ولا على المستوى الهجوم لأنه شفنا أشرف حكيمي كانوا بزاف ديال الأخطاء ربما من عنده ومن عند الجهة اللي كان فيها هو بحال كيف كنقولوا بعض التعاليق اللي انا صراحه ما كنحبدهاش ولكن المهم كنسمعوها في التعليق ديال كان شوارع وكان شارع في الجهه اليسرى واش ما قتلناش دوك الجهه اليمنى واليسرى باعتماد على نصر مزراوي في اليمين واشرف حكيمي في اليسرى؟ لا هو واحد القضيه خصنا نعرفوا بانه ارضاء لاعب على لاعب اخر دونك سي سيكو غيكونوا العواقب ديالو وخيمه دونك هذه وحده. ثاني حاجه بانه دو جوغ في النيفو ديالهم عالي حكيمي كيكون في الضواص طوب ديالو والدليل هو انه شناه في لاكوب دي موند ميم لي بليسيور اللي كانوا عنده وكيتقاتل وكيدير وكيعطي في جوز اولمبيك لا ميم شوز دونك ان جوغ انديسكوتابل دونك انا بو موا سي لو ميور جوغ في هذاك لو بوست. مزراوي لا ميم شوز هو ملي كيكون في لو توب ديالو في هذاك لو بوست كيعطيك اكثر. انا كنظن بانه ما نزربوش لانه كاين دوك لي دو جوغ اللي كيلعبوا في لاغوش سي سيغ ازنو ولو جوغ الاخر الوحيدي او الوحدي دونك غادي يعطيهم الفرصه ديالهم خصو يعرفوا الناس ما خصناش نزربو شي شويه. علاش؟ لانه لي ماتش اللي كنلعبوا دابا حنا ماشي باش نتكاليفاو لا كوب دافريك سي دي ماتش اللي هما تبروغراموا باش نكونوا في واحد الجروب باش نكملوا ويكونوا دي ماتش اللي نعطيو اكثر فرصه لدوك اللاعبين اللي يمكن على انهم ما كيلعبوش بزاف في ليكيب ناسيونال. البارح وحنا كنناقشوا على المباراه ديال البارح الديفونسيف يمكن كانوا اخطاء اللي هما انديفيديوال ماشي لومبلاسمون ديالنا في التيران ماشي المشكل اللي كان عندنا هو في دوك لي تروا لين اللي هما ديال لاتاك وميليو والديفونس. دونك كان لو بروبليم ديالنا هو انه الكره كان بداوها مزيان وكدار كيدار موفي كونترول ولا كدير شي موفي سباس كتعطى كره في الدار كيمشيو كيمشيو الاخر لانه لي دو جوغ بجوج بهم انا قلت لك لا كومبيناسيون ما بين لي دو جوغ لا 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 اللي لعب بي دغوا ولا الاخر ولا اكرد اللي لعب بي غوش. دونك انا كنت كنظن بانه لو كان لو جوغ اللي مشى للكريستال بالاس سي سيكو غادي يلعب لانه شادي ديالو شادي رياض وكنتمنى لانه تتيح الفرصه للاعبين اخرين في الفريق الوطني المغربي. ثلاثه ديال الخطوط كانوا في المستوى البارح سي فغيكو بعض المرات مي كتكون بعض المرات الانسان عاش على مراحل ديال الكريتيك سي سيكو يبقى عايش في هذيك الدوامه. انا تنقول بانه ديفونسيف البارح كانوا اخطاء إذا تفرجتي فيهم مزيان تقنيا بغيتي تتكلم عليهم غيبان لك بانه كان كيجرب واش ممكن حكيمي لانه ديجا جربنا في السابق حكيمي يلعب هذا مع رونالد دونك واش تكون. انا جو بونس بانه انا ونصيحتي كنقولها لوليد تنقول له بانه يحاول لانه تعطي الفرصه في المباراه اللي جايه جو بونس اليوم الاثنين نهار الاثنين مع الثمانيه ان شاء الله مع ليسوتو ولا ليسوتو وتعطي فرصه الازنو ولا الواحدي وواحد من دوك لي جوار خصو يريح اون بلاصون هذه بروميير ديسيزيون اللي ممكن انه تخلي وتحيد بزاف ديال اللغط اللي كاين ديال انه وليد ممكن لانه ما عندوش القوه باش ممكن تكون عنده واحد لا ديسيزيون في هذوك لي ستار ممكن يجلس واحد على واحد. انا بالمعرفه ديالي كنعرف واحد وليد كنعرفوا بانه ممكن يدير هذه الامور هذه وما نبقاوش نشاركوا ما بين ما بين ما بين جوار وجوار لان كل واحد عنده القيمه ديالو في الفريق الوطني المغربي. حنا كنتكلموا دابا ديفونسيف بانه جوج لاعبين اللي لعبوا في لاكس
انا كيبان لي بانه خصو يلقى الحل فيهم. نعم. لانه باقي ما وصلش النيفو ديالو اقرد وعبقار، كنظن بانه الا شتيه في الفريق ديالو ماشي هو نفس اللاعب اللي كيلعب في الفريق الوطني المغربي. كانوا اخطاء في لومبلاسمون ديالو في التيران البارح، حتى في لي رولونس ديالو وحتى في البناء ديالو، لان كنا كنشوفوا السيس بعض المرات ملي كان في لو توب كيحاول حتى يعطي لونك باس، بقدر انه تكون لاباس اتيغ ولكن كيعطيها لي جوغ ديال ميليو تيران. ولكن اللي كيخلي لي ديفونسور مزيانين هو انك تكون ستابيليزاسيون ديال لي جوغ ديال ميليو تيران. وشكون اللي كيخلي لي جوغ ديال ميليو تيران مزيانين؟ هما هذوك لي دوز اتاكون. الا غتلعب دوز اتاكون غتلعب ترواز اتاكون، لان اللي في ترواز اللي في لاكوش وهذاك اللي في لاكس كيرجعوا يعاونوك، وهذوك لي جوغ كياخذوها في الظهر. دونك راه واحد كيكمل لواحد. البارح حنا كنا ضايخين في مرحله من المراحل، وكيكون تيقن بانه باش توصل تسجل ربعه ديال الاهداف راه سي سيغ عندك منتخب في المستوى. نعم. نرجعوا لهاد القضيه ديال اشرف حكيمي ونصير مزراوي، واش كان خاص هالدار؟ واش كان وليد كان خاصو يجرب في هذه المباراه؟ لانه هذه مباراه فرصه للجريب، عنده خمسه المباريات ديال الجريب، واش عطات داكشي اللي خاصه اللي كان كيتهضر منها وليد، او لا كان فيها المشكل؟ لا هو نورمالمون ملي هادشي هاد المقابلات الرسميه ولكن ما داخلينش في الحساب، بالعكس يجرب يجرب. علاش؟ وشنو وشنو قراءتك لهذه التجربه هذه؟ شنو قراءتك لهذه التجربه هذه؟ كيفاش كانت بالنسبه لك؟ كانوا اخطاء. دابا هانت دابا راه المشكل ما مرتبطش غير بحكيم بوحدو. دابا رجعنا لكره القدم، فرقه ملي كتكون لاعبه ستان سيستم ديناميك. سيستم ديناميك شنو هو؟ هو اللي كياخذ اوجع على مدار الساعه اللي كتختلف. واش كيكونوا فيها؟ كيكونوا فيها هفوات. غادي معايا ياك؟ معاك. كيكونوا فيها دابا هفوات. اش كيداروا؟ راه هو نورمالمون في كره القدم ملي كنكونوا غادي لاعبين راه غادي كنصحوا لي ديكالاج، فهمتي؟ كندو ديك لاجوستومون ياك، لاجوستومون كنقولها بالفرنسيه واقيلا صحيح، ديال بحال دابا انت نعطيك مثال اللي هو واخا سوقي تخوى الكلمه. اش كدير فوق الطابله؟ اش كدير؟ كدو تجري تحبس الماء من هنا. عنده كيقول لك السوقي ونقي، ماشي هذاك لا السوقي حيت السوق اللي كنمشي لها نقي. هاي كلاس كيقولوا هذوك الناس ديال هاي كلاس بحال سي مصطفى سي الحي هذوك الشيء كيكون التكوين ديالهم بحال ما هكا، عندهم ذوك المصطلحات كيكونوا شي شويه كيستعملوا في الهومه بحال كيخرجك ذاك كيقول لك كيدير كيدير الجولف ثلاث ولا اربع كيدير شي ديال لا بيش وهذا الشيء شويه الناس هما المصطلحات ديالو ذاك الشيء. تفضل. جرى باش نقربك من دابا تخويك باش كدير؟ كتنوض كتجري كتحس عندك يتخوى عندك ينزل الزربيه من هنا عندك ياك، راه بحال هكا كره القدم. كتبدا بحال دابا ملي كاين ملي داروا اخطاء في لاريغور غورج ديال مثلا ديال حكيمي، راه كاينين اللعابه اللي خصهم يصلحوا. نعم. دابا علاش تخترق لينا وصلوا كاري دي زويت؟ ذاك الاصلاح ما كانش ما كانش مستوى ذاك لاجيستيون ذاك لو ديكالاج اللي كانوا كيوقعوا. انا كنقول لك جاي من وسط الميدان. من وسط الميدان ماشي حيت ماشي لعابه، حيت لورغانيزاسيون كيفاش التحرك حتى الموضوع. بالنسبه لك انت الاظهره زي حكيمي في اليسر ومزراوي في اليمين كانوا مزيان البارح؟ لا كان كيلعبوا حسن حكيمي في الدروات ومزراوي في اليسر كان احسن في مقابلات اخرى. طيب. واخا انا ما كنحملش المسؤوليه مثلا ربما حكيمي ما تادبتهاش، راه يقدر ما تادبتهاش يكون احسن اريير دروا مثلا وفي باريس سان جيرمان وداك الشيء وما تادبتهاش على الكوش ومزراوي. مزراوي كان كيخرج راسو في اليسار كيخرج. شوف راه ماشي قضيه واش لعاب ولا ماشي لعاب، راه بجوجهم لعابه اللي هما كبار في الفرق اللي هي كبيره، ولكن واحد واش تضايق ولا لا؟ غير دابا انت على حساب ليزابيتود ديالك وداك التكوين ديالك وداك غنرجعو ثاني بزاف ديال الحوايج ندخلو في موضوع اخر. ما كتادبتاش مع واحد البوست عادي، كاين دابا اللي كتلقاه كيلعب ميليو كيلعب ايلي ما عندوش مشكل، وكاين اللي كتلقاه ما يقدرش يلعب كايلي. واحد الاضافه سي مصطفى الله يحفظك، واش كيبان لك بانه راه ديسيزيون منين خداها المدرب باش يدير حكيمي في لاكوش خداها بوحدو؟ لا بطبيعه الحال لا، هو كيهضر مع اللعابه فوالا. دونك انا واحد القضيه باش نرجع لها، لان الناس ما كيعرفوش كيبان لهم بانه المدرب راه خدا ديسيزيون قال له تلعب اريير غو. نكمل الفكره سي مصطفى، قال له غتلعب اريير غو صافي في لونترينمون دخلوا لعب واحد 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 دو سيونس دونترينمون دخلوا اريير غو. مي نو، راك ريح مع لو جوا ما غنشرحش له شنو هو الدور، لانه سيد النيفو ديالو عالي. ولكن غنعطيه لي كونساي ديالي اللي طلبت منه وبغيتهم منه. دونك لو جوار الى اكسبتي ولا الى اكسبت على انه باش يقبل هذاك الدور لانه عارف اش يقد فيه. حنا ما ناخذوش دائما مباراه وحدها كمعيار ولا مقياس، بقدر ما انه كاينين دي جوار اللي كانوا سبيسيالمون كيكونوا في ليكيب ناسيونال مزيان وفي الفرق ديالهم ضعاف، وكاينين دي جوار اللي كيكونوا في ليكيب ناسيونال في المستوى ولكن في الفرق ديالهم ضعاف، ولكن الكونترير. دابا الى تفرجتي كما قلت على اوناحي، واش اوناحي في الفرق اللي داز فيهم كان في المستوى الكبير؟ حنا كرويا ما كناقشوش، ولكن كنيفو
ما لعبش الفرق كلهم بداك النيفو اللي كنعرفوا به المنتخب، ولكن في ليكيب ناسيونال جوغ لي فريمون لي انتوشابل. انا بو مو شو ان ميليو تيران، وكنعرف القيمه ديال كل لاعب وكنعرف الامور. دونك انا كنقول بانه راه الاختيار ديال الحكيمي باش يكون في داك لو بوست راه تقدر تكون حتى الكومينيكاسيون ما بينه وما بين لو جوغ المدرب ولو جوغ، وتقدر تكون البروبوزيسيون ديال اللاعب على انه تطوعا منه انه نقش ما بينه وما بين المدرب، لان الامور كتكون وقبيل عطينا اكزومبل ديال غوارديولا راه كيبدا مع 6 ديال الصباح هو فايق وخدا بيتي بان وخدا قهوه، و6 ديال العشيه كيسالي وكيمشي للدار كيكمل حتى 9 وكينعس وفيق 20 الصباح. دونك راه كاينين حوايج اللي خصنا نقولوا بانه راه كاين زوينين، كاينه كومينيكاسيون ما بين لو جوغ بين المدرب، كاينين ستاف ميديكال، كاينين كاين لي زاجوان اللي كاينين خدامين معاه بريباراتور فيزيك الى غير ذلك. دونك انا كنقول بانه يمكن التوليفه كما تنقولوا اللي تعطات بالامس او نهار الجمعه هي ديك بالامس كانت مباراه اللي هي في المستوى، ولكن كانوا فيها اخطاء، هاد الاخطاء غادي نصلحوهم. واللي كنتمنى على انه الاستفاده اللي استفدت منها الكوت ديفوار وداش كوب دافريك، والاستفاده اللي استفدت منها مصر في واحد العام وانها ما كانتش دايزه او اللي ربحتها المغرب تتخابل واحد العام ربحناهم، هما اللي الدوله هما اللي الدوله كوب الدوله كوب الدوله كوب. دونك سي سي وكل المغاربه خصنا نتعاونوا بعضياتنا، راه ما عندناش فرق ما بين لاعب ولاعب، راه كلهم بحال بحال، راه ليكيب ناسيونال كنقولها، وانا كنلعب في ليكيب ناسيونال ودائما كنذكر واحد الاسم ودائما كيبقى ليا فغي ليدر اللي كنا كنحترموه وكنعرف القيمه ديالو هو نور الدين نيبت. كان كيناقش معاك وتنقولها وتنصح للناس، كاين بزاف الناس كيبان لهم بان نور الدين نيبت كان كيخسر الهضره مع الدراري وراه كان كيقول كلام ماشي هو هذاك وكان كيدير وهذا ولا نو نو، حيت كلهم كانوا دي ستار. كنت تهضر مع مراد حدي وجلاخه ما تقدرش تهضر معايا انا، تهضر مع السفري او ما تقدرش تهضر معاه، تهضر مع المختاري قرقوري، تهضر مع قيسي، مع وليد الركراكي، مع حسين خرجه، مع شي الحجي الصغير، مع الحجي الكبير، لعبت معهم كاملين، لعبت مع حضريوي. دونك هاد لي جوغ صعيب باش تهضر معاهم، ولكن كانت واحد الحاجه كتحس بها بان عندك كابيتان ديكيب اللي كان كيكوريجيك وانت لاعب في المباراه، راه كيقدر يقول لك راه داز، راه الاخر داز، راه دايز، راه دايز. شوف دونك كاين حوايج نكون انا وانت والاخر نتعاونوا على ان ليكيب ناسيونال خصنا ما نكونوش دائما مني كنربحوا. وراه قال واحد الكلمه هو وكتضحك، قال لك مني كتماركي البيوت علاش هاجمتي بزاف، ولا مني ما كنماركوش البيوت بزاف علاش لعبتي ديفونسيف. حنا البارح كان كيبان لك بانه كاينوا حوايج صغيورين اللي ممكن على انه باش يردونا ما يوصلوش هذوك البوط عندنا، وحنا كنا نماركيو اكثر. وكاين واحد الحاجه خصهم يعرفوا الناس بانه هذوك لي جوغ اللي خرجوا اللي كنعتبرهم حنا اسماء، هذوك اللي دخلوا حتى هما اسماء اكثر منهم. نعم راه ما عندناش جوغ قل من الاخر، وعلاش ما نجربوش نجربو؟ علاش ما كنتكلموش على الشيبي حتى هو يجي ويعطيو الفرصه ويلعب؟ علاش ما كنتكلموش على انه هذاك الدري الوحيد ولا ازنو حتى هما خصو يلعب؟ علاش ما كنتكلموش بانه راه اكس واكريك كان هما اللي خصهم تعطيهم بيلانتي؟ علاش خصنا نكونوا كنكريتيكيو على ود واحد ما عطاوش البيلانتي خصها تكون واحد الحمله ضده؟ مي نو، ليكيب ناسيونال كبير على اي واحد، واللي عجبو ليكيب ناسيونال يتفرج فيها مرحبا، واللي ما عجبوش ما كاينش مشكل، حنا ما كندافعو حتى شي واحد وما كنحافظو على حتى واحد. ولكن باش تكون عندك الاسم ديالك الفريق الوطني المغربي راه تشريف وتكليف، والانسان خصو يعرف بان الفريق الوطني المغربي في الكارير ديالك غدا ومريح مع وليداتك هذاك هو الكرم وهذاك هو احسن استحقاق. طيب السي مصطفى خط الوسط كنت تكلم عليه اكثر من مره وخليه حتى لوقته، خط الوسط الميدان ربما انا كنت ضد مصطفى فهادي ديال ميليو تيران انت تشوف حنا جبناكم باش تكون ضد ماشي باش تفاهم، ولكن انت ضد باش نخرج منه ولكن نخرج منه ولكن انت ضد وليد بحالاش وقلتي اوناحي خصو يكون لا ما بيان سور، ولكن اوناحي راه سافر وجا لا 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 راه دخلوا ولكن وليد اوناحي راه سافر وعاود رجع والدليل على الحب ديال اوناحي هو انه دخلوا كاين الحب كاين كاين الحب. سي مصطفى خط الوسط الميدان ربما باقي ما لقيناش ذاك الوسط اللي كنا كنطمحوا ليه، على الاقل ذاك الوسط اللي شفناه في المونديال عنده مشكل. ماشي مشكل، كاين لعابه كاين سميتو لا جيستيون ديال النجوم شويه صعيبه، فهمتي؟ كاينه في المنتخب كاينين النجوم، راه كاينين النجوم ماشي راه انت كيبان لك كيضحكوا وداك الشيء، ولكن راه واش دابا مثلا الحكيمي مثلا نيف اكراد ما باغينش يكونوا نجوم في المنتخب يبانوا خرجوا مقابله الوارب بونو راه كلشي المساله اللي عندي رحيمي تو باغي يكون نجم ويبين زلزولي طيب. اي واحد غير بان البارح فوالا البارح فين بان البارح خصك ترجع دابا اللقطات ترجع لي فاز اللي كانوا في بريمير ميتون دابا في بريمير ميتون انا كنقول انا رايي غير رايي هذا متواضع بان فين كيديزيكيليبري دياز مزيان وفين غيكون خطير على الخصم وفين
غادي يبين لنا دياز داك الوجه ديالو ويخرج البروفيل ديالو كامل. هو في لاين داتاك فين كيجي ياخذ كره دياز كيضعف من 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 سميتو كتجي انت راك شتي البارح كياخذ كره وكيتم غادي كيدريب لي كاع واحد جوج ومن بعد كتهرس لي كره. دونك انت بالنسبه لك الوسط كان فيه مشكل على المستوى الهجومي وعلى المستوى الدفاعي. هما كانوا خصو يكونوا ثلاثه غيكون خنوس مثلا وزياش. لا قلت لك واش كان المشكل على المستوى الدفاعي والمستوى الهجومي ولا غير لا كان المستوى ديال الدفاع كانوا اخطاء كان على المستوى ديال الضيف اكرد سميتو المردود المستوى ديالو البريباراسيون داك الشيء كيبان بانه ناقص واحد شويه وابقار باقي ما نضش بحال داك دوك سميتو المدافعين اللي صافي واخد المهمه وعارف اش يدير مثلا وما يخطاش عارف فهمتي المهمه كامله. امبارح كنا اخطاء في خط الدفاع ولكن كان خطا كبير في وسط الميدان كان كيتخترق البلوك الكتله كانت كتخترق وكانوا كيتخلقوا مشاكل حتى الحكيمي مثلا ولا المزراوي تخلقوا لهم بعض الخطط المشاكل فهمتي علاش انه وسط الميدان كما قلت لك ما كانش منظم ما كانش واقف علاش لان كان نقص في البريسينغ لاين ديال البريسينغ اللي كانت كدير في وسط الميدان كانت ناقصه لا عند دياز شويه وعند ولا عند زياش. دابا هذاك حتى الموضوع ديال زياش ديال سميتو زياش هو في وسط الميدان ياك ملي كيرجع شكون كيبقى الفوق يلا كيبقى الزلزولي اللي غادي ديزيكيليبري وسميتو رحيم اللي كيتسنى مفيكسي لا ديفونس ومع خطا دابا الزلزولي مشكل حتى هو كان كيرجع الوسط باش ياخذ كره كتلقى الخنوس كتلقى الزلزولي وكتلقاهم هما بجوج وراهم سميتو سفيان المرابط. هذا الشيء هو اللي خلى بان المنتخب في لي كونتر اتاك مثلا ما يخرجش مزيان راه كنهضرك على بروميير ميتون من دوزيام ميتون راه كان وجه اخر ميدخل لعبه راه شتي اش وقع. اذا في هذه القضيه ملي تكون عندك نفس المهام ديال جوج لعابه ديال زياش وديال دياز نفس المهام والدور اللي خصو يقوموا به في الملعب في التشكيله اللي داخلين ماشي بحال لان واحد كينتمي لالين داتاك وواحد كينتمي لوسط الميدان. شيكو كان قبيله الخنوس يقدر يلعب كايليه فهمتي وسط الميدو كاليه نقول لك ايه كيديروا ديك لا بيرميتاسيون فهمتي شونجمون درول مثلا يمشي هذاك راه ملي غتجي عندو غيديزيكيليبري ماشي مشكل ولكن دياز الا بغيتي تشوفو كيف كتشوفو في ريال مدريد خصو يكون في لاين داتاك تما فين كيديزيكيليبري هو وخصو غير مسافات اللي هي قصيره ويكون قريب من سميتو من الكاري دي زويز لان كيديزيكيليبري يقدر يتيري يعطي باس ويديزيكيليبري ويقدر يدخل يبينيتري ملي كيمشي ياخذها من عند الدفاع ولا كيمشي ياخذها من عند سفيان برابط شخصو باش يوصل. رجع هانت رجع البريمير ميتو ديال البارح وشوف الكره فين كتهرس ليه هو كيتم غادي بها وشوف كتهرسها بزاف طيب المرات ما وصلش. واضح سي مصطفى باش نرجع لبعض التعليق ديال المتابعين ديالنا. زكريا عالمي قال لكم شنو رايكم في استدعاء المخضرم يونس عبد الحميد وتركه في كرسي الاحتياط 37 عام. عندك شي تعليق سي مراد على هذا؟ عندي تعليق هو انه انا الا تبغات الفرصه تعطى خصها تعطى الانجون الا غنعيط نعيط على واحد انجون لانه انا كنقول بانه ان جوار لان كنشوف في الكلوب ديالو ان تري بون جوار كيخدم ولكن لاج ديال 37 اون دونك انا جو بريفير انه يكون ان جوار واحد اخر بلاصو ان جون اللي نبريباري من هنا لو موا اللي غادي يكون فيه لا كوب دافريك يكون دير شي واحد اللي واجد مي كجوار انا كنحترمو وكنعرفو رغم انه كنت نشوف تعليقات اللي فيهم شويه ديال البسط وداك الشيء ولكن دائما خصنا نكونوا كنقولوا كلمه الحق ما نكونوش حنا كنديفونديو على وليد من اجل الحب ديالنا الدفاع والعلاقه ديالنا نو كاينه حوايج اللي كتخلينا انه نحترموه كمدرب القيمه ديالو كانسان كصديق ديالي كلعبت معاه كره لعب معايا كره كنا اصدقاء ولكن ضروري من الاشياء اللي خصنا نكونوا كنهضروا فيهم ونقولهم يكونوا صحاح. انا جو بريفير على انه يونس عبد الحميد نعيط له نعطيه الفرصه يلعب او انه ما يقدرش ما يكونش في ليكيب ناسيونال. جو بريفير انا ان جوار يكون ان جون اللي هو يكون يلاه جاي ونديرو تما في هذاك المكان وسي سيكو انا غنتافع منه مستقبلا. نعم واضح. ولكن دائما كنكونوا كنتكلموا ولكن النظره ديال المدرب ديال الفريق الوطني المغربي هو عارف شنو عنده اخر ديسيزيون. نعم. كتبقى ديال المدرب. نعم قبيله مالك علينا خصو ننتقدو خصو يكون هو قيدت عليه جوج نقط غادي يلعب بحميد ديال هناك زيد لا هو ولكن انا واحد الحاجه سي مصطفى نقول لك واحد هو معقول يمكن انا بعض المرات ما كنكونش هنا يوم كيتجبد الاسم ديالي كتقول لهم هذاك السيد معقول ماشي معقول لا كتقول لهم هذاك السيد كنعرفو هو قلب عليا شو لا لا انا نقلبوا عليه دابا حنا ما عندناش مشكل انت كتقول بغياب الحضور ديالنا كتقول بانه ذاك السيد كنعرفوا بانه كيقول الحوايج اللي هما لوجيك وانا اشهد الله
اشهد الله وانا كنقولها في الراديو ديال السي يوسف اللي هو راديو اصوات وكيشرفني دائما نجي عنده. الله يحفظك. والله شاهد على ما اقول بانني لا ما كنخاف من حتى واحد الا من الله عز وجل كيما بغى يكون نوع البشر، ولا كانت شي حاجه فوق الرقبه ديالي كنقولها. الكلام اللي قلته على وليد رقبيه الان وبن حميد عبد الحميد راه صادق فيه. والكلام اللي قلت على اناحي راني صادق فيه. لا عارفين دونك انا بعدا متيقن ما نكونوش بعض المرات نكونوا دائما كنتكلموا بالصحيح بالصحيح، راه انا نكون كنهضر على وليد غيولي الناس يشكوا في المصداقيه ديال انه كاين حوايج ما فيهمش الاحترام، وهو وليد واحد يقول لي او عيقتي انت صاحبي ديما كتهضر عليا مزيان. هو مي كاينين حوايج اللي خصنا نقولهم صحاح. البارح ما كيبانش مشكل. انا حيت غنرجع لهذا المشكل، انا ملي سولت على ميليو تيرا من بعد غتعطيني السؤال باش نهضروا على هذا الامر. نكمل غير البارح منين هضرنا على ميليو تيرا الاغلاط اللي كانوا كيداروا سي انديفيديوال اصاحبي، راه ماشي في لومبلاسمون ديالنا في التيران، راه ماشي السيستيم باش لاعبين، راه لو جوغ ديال انه ما داش كونترول مزيان، راه لو جوغ انه دار موفيس باس، راه لو جوغ انه اوليو باش كان يزيد واحد 2 متر و 3 متر راه ديجا ما سمعهاش وما دارهاش. راه البيت اللي لاكسيون اللي تمارك عندنا فيها البيت ديال بينالتي راه كان سهو ديال لو جوغ، ومشات الكره في الظهر ديالو تعطى تقاس الكره في اليد ديال الرحيمي ونكونوا غاد معاه. دونك ما نكونوش كنفضلوا لاعب على لاعب ونكونوا كنمشيو دائما في الطريق اللي هو مزيان. سعيد سيباوي قال لك سي حديوي عطينا الالقاب اللي ربحوا هذه اللعبه اللي ذكرتي مع المنتخب، ربما الوقت اللي ذكرتي اللاعبين اللي جاورتيهم كنظن. قال لك شنو هما الالقاب اللي ربحوا هذه اللعبه؟ طيب واحسن لقب هو استقبال ديال الملك، استقبال الملك هذا لقب بالنسبه لي انا زكريا، والفرحه ديال الجمهور نكمل لانه هذا فيه واحد شويه ديال التريكي تنقيس، لانه تنقيس ملي كتقول بانه شنو الارقام اللي داو هاد اللاعبين. انا كنظر الى سولتي هاد اللاعبين في الفرق ديالهم راه داو مع الفريق الوطني المغربي بزاف ديال الجينيراسيون ما داوش، وحنا كنقولوا بانه مؤخرا عاد ولينا كنشوفوا الارقام لا في المنتخب ديال المحلي ولا المنتخب ديال الكره الشاطئيه دابا مؤخرا الاستحقاقات ديالو، لا في الكره ديال داخل القاعه ديال الفوتسال. مي حنا كنقولوا بانه ملي توصل لا كوب دافريك من بعد اخفاقات كثيره وتلعب لا فينال، وحنا كنعرفوا بانه الظروف اللي عشنا فيها باش وصلنا لذاك النهائي وباش نهزمنا وكيفاش نهزمنا، دونك كان استقبال اللي هو زوين بالنسبه لي انا، هذا بالنسبه لي استحقاق وشي حاجه. اما رياضيا كنقولوا بانه ما تقلقش وانا غنعطيك جواب اللي غادي يعجبك انت، هو ان احنا ما درنا والو الكارير ديالنا، وهاد لي جوغ اللي قلت الاسماء ديالهم كلهم ما داروا والو الكارير ديالهم، وسي سيغ كو ان جوغ ان شاء الله يفرحني على انه هذا الفريق اللي فيه ويدر كوكي يدي كوب دافريك ان شاء الله، ونكون انا فرحان كمشجع ديال الفريق الوطني. زكريا عالمي قال لك خلاف الزكي والنيبت زايد كواليس الكاف من اسباب عدم تاهل المنتخب 2006. شي صحيح. نو كومنت. ياسر عطار الله يعطيك الصحه سي صدقي، نقطه مهمه ديال دياز، السيد ماشي 10 وليد مصر على وضعيه صانع العاب، علاش ما يكونش احتياطي للهجوم او ادخاله مهاجم الاول؟ لا هو شوف هو البوان فور ديالو في لاين داتاك من زعما في رايي في لاين داتاك، مازال زياش دخلوا لان زياش ما بقاش عنده ديك السرعه اللي كانت عنده، ما هو اصلا ماشي الثاني اللي كيديزيكيليبري وكيمشي وكيبينيتري مثلا اللعب ديالو راه كتشتي كيفاش هو يعطي لي باس سون بروفوندور مثلا، كيشوف عنده اون بون فيزيون، عنده باس اللي هي زوينه. دياز لا دياز جوور اللي كيديزيكيليبري مزيان كيبينيتري مزيان تكنيكمون كيدريبلي يمشي مزيان الضربات سميتو يقدر يتيري من بعد ذاك لونجل سميتو اللي كيكون اوفر من سميتو من الجهه اليمنى يقدر يضرب لك سميتو كنقولوا كره اللي هي كروازي، عنده بزاف ديال الحوايج يكون في لاين داتاك احسن، حيت راه تجي تاخذ كره من سميتو راه كيضعف من الامكانيات ديالو. ودادي راسي عادي قال لك الحمد لله حتى بقينا كنشوفوا منتخب رابح باربعه، والانتقادات هذا الشيء اللي يكون بغينا ولا ما عرفتش نكمل هذا. المهم المعنى واضح، المعنى واضح، المعنى واضح. ماشي انتقادات هادو كنقولوا علاش وصلوا الكابون كانوا غيماركيو لنا جوج ولا ثلاثه بريمير ميتو البارح. جمال الدين النرجيس كيقول لك ما عجبني في وليد، ما عرفتش هذا واش انتقاد او لا مدح، ما عجبني في وليد هو انه متعجرف في رايه ومتمسك بقناعته وهي بالنسبه لي قمه الروعه. لماذا؟ لان ببساطه اصدقائي لو فتحنا المنتخب على مصراعيه للمنتقدين والعارفين والمعلقين واخذنا بعين الاعتبار ارائهم لن نخلص من العبث. دونك هذا مدح بالنسبه للسي جمال الدين نرجيس. ادم حمان يا ودي الله يهديك، دياز في الريال ديما كيجيبها من الدور، علاش في المنتخب يبقى من الامام حتى تجيه
الكره. رجع لي زاكسون، رجع لا انا جاوه، رجع لي زاكسون ديال البارح وشحال من زاكسون نجحات لي من وسط الميدان للفوق. انا واحد القضيه نقول شحال من وحده دار بحال ريال مدريد. لا انا معك، ولكن في هذا التصريح اللي قال هذا السيد هذا انا كنت غادي نتكلم عليه وقلت بانه يمكن واحد الوقت كنا كنحطوا دياز ملي كان كيلعب كنحطوا في لاغوش ولا في لاغوات مع لي تروا داك لا لين داتاك اللي كيكون معاهم، ولكن لا شي مؤخرا ولا كيرجع الميلي تاع ملي كيدخل بلاصون راه كيدخل وكياخذها وعاد يمشي، لان لي كاليتي ديالو ممكن انه يديرها. انا تنقول لك بانه لو جو كوليكتيف ولا خدمتي على لو كوتي فيزيك سي سيكو انك غتوصل. لو بروبليم اللي عندنا مع زي مع 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 دياز راه بروبليم في الدماغ ديال بعض الناس. راه الا جيتي نتكلموا على زياش راه بروبليم في الدماغ. يمكن حنا من قوه ما كنتفرجوا في لي كلاسيكو كنتفرجوا في الدوري الاسباني والايطالي، الدوري الاسباني والانجليزي، كنبغيو دائما نشوفوا الناس بهذاك النيفو بهذوك لي طخوالين، هذاك التحول. لان هذوك اللعابه كيلعبوا تما، هما كيلعبوا، ولكن حنا ما كنتكونسونطراوش مع انهم كيلعبوا تما ورا لاعبين. حنا كنتكونسونطراو بالفراقي. انا كنبغي ليفربول كنشوف ليفربول كي كتربح، انا كنبغي البارسا كنشوف البارسا كي كتربح، انا كنبغي مدريد ولا اخر كيبغي البايرن الى غير ذلك. دونك انا كنقول بانه منين نكونوا كنناقشوا نناقشوا الايجابيات ونناقشوا السلبيات ونطولوا في السلبيات ما عندناش مشكل، ولكن ضروري ما نقولوا بان لانه مش حال هذه. وانا كنسمع ما كاينش شي واحد نسب شي حاجه لوالد الركراكي مزيانه. علاش؟ ودونك انا غير باش نجمع ايكيب ناسيونال وباش ندير هذيك الكومينيكاسيون ديالي اللي كتكون الاولى في الاستقبال ديال اللاعبين ويدخل عندي المعسكر ونهضر معاهم واللاعبين يسمعوا ليا واللاعبين فرحانين في التيران واللاعبين كيتعانقوا واللاعبين ناشطين. دونك راه كاين واحد الجو، الجو راه ما خلقوش واحد مجموعه ديال الناس اللي اللي اللي, اللي كيجيو يمكن باش يسبوا، كاين مجموعه اخرى اللي كتجي باش تشجع. نو راه كاين حاجه، كاين خدمه كتخدم، راه كاين ستاف، راه ليكيب ناسيونال ولا ستاف تكنيك راه ماشي وليد، سي فغي كل وليد باترون، ولكن راه وليد معاه واحد مجموعه ديال الناس، راه معاه البرومي ادجوان، دوزيام ادجوان، عنده بريباراتور فيزيك، عنده دوزيام بريباراتور فيزيك، عنده ديال التغذيه، عنده الستاف ميديكال. دونك هو ستاف كامل مجموع اللي كيديسيدي في واحد الحاجه. نكونوا حنا كنخدموا لانه باش نرجع لدياز، راه دياز بعض المرات راه كندخلوا او ميديا تيران وراه كياخذها وكيلي من واحد جوج وكيلقاها كيلعب واحد جوج وكيدخل وكيعطيك لا ديرنيير باس. دونك انا تنقول بانه دياز راه جاي من المباراه الاولى راه كان بالينا بانه الحوايج كاينين، ولكن باقي ما دابا لو بروميي بيت اللي ماركا دياز غادي يعطيك اكثر. دونك نحاولوا نشوفوا لاكسيون اللي تقادت في الدوزيام ميتو. ها في الدوزيام ميتو بريمير ميتو ما قدرش يسجل، ما قدرش يسجل، ولكن راه هذا المشكل. ولكن راه شحال من مباراه ما سجلش فيها، دابا هذه المباراه اللي سجل فيها هذا لو برومي بيت ديال دياز. صعيب المنتخب البارح كان صعيب عليه في برومير ميتو، اما في دوزيام ميتو راه واحد القضيه كنهضروا فيها وربما الناس ما كيلاحظوهاش. بعض المرات ملي كنكونوا نتكلموا على الفريق الوطني المغربي بحال كنهضروا بانتقاص من المنتخبات الاخرى. راه المنتخبات الافريقيه خدامين، كان صعيب. راه المنتخبات الافريقيه راه الناس خدامين ديزاني الناس اصاحبي. راه المنتخبات الافريقيه راه لو كيصدروا اللاعبين ديالهم اللي يقدروا يمشيوا لاحسن فرق العالميه. دونك حنا ملي كنا كنتكلموا على الفريق الوطني المغربي التاريخ ديالنا راه فيه كوب دافريك واحد ملي كان كحل ابيض، التاريخ ديالنا كامل. حيت بعض المرات الناس كيقارنوا العام مع العام ويمكن السيمانه ديال سمحتي لي حيت كنتكلموا اولا كيتكلموا الناس على هذا المنتخب بهذه الطريقه هذه نظرا لتواجد مجموعه من اللاعبين بواحد القيمه عاليه اللي ربما حاليا ما كاينينش عند المنتخبات الافريقيه في القاره الافريقيه، القيمه ديالهم اكثر بكثير من باقي اللاعبين في المنتخبات الاخرى. يمكن داكشي علاش كنتكلموا بهذه الطريقه هذه، وربما بغينا نشوفوا المنتخب افضل مما نشاهدوه. خا نورا كيربح بستة وربعة دابا في المباريات الاخيره. سي سيو دابا حتى هذاك اللي كيكريتيكي بزاف والزعبة ما باغيش المنتخب ينجح بيان سور، اي مغربي راه شوف كيما كان خاص يكون بناء. شوف اللي كينتقد واللي كيشجع واللي كيدير راه هدف واحد هو انه ملي كنوصلوا الاستحقاقات. وحنا تنقول حنا كندوزوا دي ميساج لان البلد ديالنا كيكون فرحان وحنا كنكونوا فرحانين. دونك راه كاين واحد البلد مجاور كيعيش مسكين شويه ديال الحوايج اللي كيضروا في الخاطر ديالو. حنا خصنا نكونوا ناشطين، خصنا نلتفتوا بعضياتنا ونكونوا كنبغيو الخير لبعضياتنا ونعرفوا بانه كاين حوايج اللي هي سميتها الكولسه، راه كيديروا جميع الحوايج باش ياديوا الفريق الوطني المغربي. وكون متيقن بان المنتخبات الاخرى الافريقيه راه وصلوا في واحد النيفو عالي. نعم. ما نقصوش من القيمه ديالهم ونقولوا بانه ربحتي الكابون ب 4-1 وراه كانوا غيتماركوا البيوت. لا سيدي ربحنا ب 4-1 وباقي المباريات غادي يجي وغادي نحاولوا نحسنوا من المستوى ديالنا، يمكن نربحوا 4-0
وحنا غادا بتطور. طيب. وسي سيو كون ان شاء الله انت وانا والاخر نغيروا بزاف الحوايج ان شاء الله. جمال ان شاء الله جمال ديال نرجس انتقاد ديشون كيتكلم على انه كان تعليق اخر يمكن نجاوب عليه ديال انه راه ديشون دا كاس العالم وكيتم الانتقاد ديالو في فرنسا بطريقه يعني بالجلد يعني العصاق كياكلها كيف ما كلاها ديال بوسكي. قال لك جمال ديال نرجس انتقاد ديشون له اساس وركائز مبني على مستوى عالي جدا من المهنيه بالنسبه للمغرب. انتقاد هو مزاجي جدا يعني لو ارتحت لوليد فانا مطبل ولو انتقدت فانا مشوش. هناك فرق شاسع بين مهنيه الانتقاد لديشون وعبثيه الانتقاد لوليد. ياسر عطار كيقول حتى في المغرب كاين انتقادات مهنيه مثال امامك مصطفى صدقي يحلل بقيمه عاليه. طيب نتفاهموا واحد القضيه حيت هادشي مشى شويه ما بين المستمعين. انتقاد ماشي انتقاد هادشي. اسمع ليا مزيان. حيت الا كتسناو دياز في كاس افريقيا غادي يرجع ياخذها مع المرابط ويتم غادي يقعد ثلاثه أو أربعة راه شي حاجه اللي راه دابا راه هادشي دابا ولا كيهضروا عليه دابا اللي في بعض لي كومونتير هو ان دياز لا راه يجي يقدر يرجع وياخذها ويتم غادي. راه دياز البارح تهرسات ليه شحال من كره رجعوا غير لقطات. تهرسات ليه شحال من كره اللي شداها وتم غادي بها وشدها كاع في لا دروات وتهرسات ليه كره. راه في افريقيا راه ما كاينش هاد القضيه ديال في الماتش غيبقى يقلب ويقلب ويقلب ويقلب. دياز باقي ما وصلش المستوى ديال ميسي باش يست في الفرقه كامله. ما كاين حتى شي واحد غادي يوصل لذاك المستوى. كاينين الحوايج ديال ميسي فيه لا غير بلاتي تصنت ليا خليك باش تفهموا البارح علاش كنقول لك داكور. راه باش يكون عندك جوج بحال زياش وبحال سميتو ويرجعوا بجوج يطلبوا كره ويخليو الفوق خاوي واللي غادي ريكيبيري كره الفرقه اخرى غتبقى حاله فما ما غيديروا والو. لبن غنعطيوها لي كومبينيزون اللي غادي نديروا على لي كومبينيزون ديال المونديال اللي داروا ما بين حكيمي مثلا وناحي وداك الشيء ديكتوش لا ديكتوش غنديروا. راه الناس كيتسناو بان دياز راه غادي يشدو غادي يست فيهم في كاس افريقيا. راه هادشي اللي كنهضر عليه هو ملي يكون زياش في واحد المستوى خاص دياز يكون في مستوى اخر ما يكونوش في نفس لو نيفو في التيران. علاش؟ حيت الا كان واحد غيدخل لواحد العمليه ديال ريكوبيراسيون ولا باش نحيدوا البريسينغ حيت دابا الناس ما عارفينش التاكتيك داك الشيء علاش كيقول لك انتقال لا خاص يكون دياز بريباري لاكسيون من بعد اما مع الزلزولي ولا اما مع رحيم. راه كاينين بروغريسيون في التيران دابا لا بروغريسيون باش تكون وسط الميدان خاصهم يكونوا كيقول لك متدرجين. فهمني مزيان. رجع الماتش البريمير ميتو غتلقى بخط راس كاين زياش وكاين سميتو دياز وكاين حتى الخنوس والاخر شادين الزلزولي. دابا ملي غتشدها اش غدير بها؟ يلا قول لي انت. اسمع اللي قال قبيله دياز بانه راه كان كيدير بداو تفرقوا ما بين الكونتر اتاك وما بين لاتاك اورغانيزي. دياز ملي كيشد في الكونتر اتاك يكون لي سباس ما كاينش اللي غيوقفوا وملي كيكون ان اتاك اورغانيزي بحال البارح ملي كانوا بزاف المرات ديال لاتاك اورغانيزي. اسمع رجعوا وفرز غتلقى بان شحال من كره مشات ليه. راه دياز كواري ضيع البارح برميميتو راه بزاف. بالنسبه للبروفيل طيب. دياز ترجع ليا لان خصني نهضر في هذه ترجع ليا فاصل ونواصل مستمعينا الكرام. دائما معكم مستمعينا الكرام في هذا الجزء الاخير من برنامج اصوات الرياضه مباشره على اصوات وعلى صفحه برنامج اصوات الرياضه على الفيسبوك مع الاطر الوطنيه سي مراد حديود الدوليه المغربيه السابق وكذلك سي مصطفى الصدقي. كاين بعض التعليق. احمد حاتم قال لك صراحه نقاش جميل بينكم اختلاف جميل وجميع النقاط اللي كيتسال عليها الجمهور تكلمتوا عليها بالترتيب. شكرا لك. وهذا هو الهدف ديالنا من البرنامج ان يكون الاختلاف ويكون نقاش في المساواه يستافدوا ويستافدوا الناس. حنا خوت اصدقاء الحمد لله وكنختلفوا ماشي مشكل. غير هو هذا هو الصدق المهم ويستافدوا الناس هذا هو المهم. ياسر عطار قال لك نحن ننتقد تصحيح المسار لا يهمنا من يسير دفه المنتخب في قطر. هزينا وليد في العماريه وننتقده عند اخفاقه في كوت ديفوار. عبد الرحيم اسعد لا دي ديشون ولا زيد الدين زيدان ولا مورينيو ولا غاري ساوثغيت الى جاو يدربوا المنتخب يفوزوا بكاس افريقيا كاس العالم وليس كاس افريقيا. حتى وليد ركركر يقدر يفوز بكاس العالم لانه راه وصل دمي فينال ووصل المباراه الترتيب وكان يقدر انه يوصل المباراه النهائيه. مصطفى للاسف معروفين دوك اللي حاربوا الزكي اللي دار احسن انجاز في كاس افريقيا حتى فشل هما نفسهم اللي كيحاربوا وليد ركركي. ما اعتقدش لانه الزكي تمت محاربه ديالو بواحد الطريقه اللي
بشعة جدا، خصوصا بعد يعني كان غادي في مسار جيد مع المنتخب قبل الإطاحة به والإتيان برونار، ومعروفين الجهات اللي كانوا كي حاربوا بدو زكي في ديك الفترة، وما مازال كي الوقت اللي كان غادي زكي مزيان راه كيتكعوا عليه مسكين. على اين تحية لسي بدو زكي. قال لك طلال الياسر القجاع بدا كيسخن الطرح على وليد، ممكن يدير ليه بحال وحيد حتى يقرب كاس افريقيا ويطيروا. وإذا كان هذا الشيء بالصح نفترض مثلا إذا كان بالصح راه وليد خاصو يجاو في التيران، وهو راه غادي دابا مزيان كيربح المباريات بالطريقة والأداء، ها 6 في يونيو مع الكونغو، ها 4 دابا، راه وليد غادي مزيان، علاش غادي يطيروا في الآخر؟ 4-1 راه ما ساهلاش، 4-1 راه ساهل مع الكابون. اسمع أنت رجعوا للبريمير ميتو باش نحيدوا هذا الشيء ديال الانتقاد، رجع البريمير ميتو واحد الوقيتة جدونا في نص التيران ديالنا ما بقيناش قادرين نخرجوا، رجع انا كنقول دابا رجع، وراه قالها وليد في التصريح البارح وشدونا. انا كنقول علاش خصهم يشدونا؟ حنا عندنا منتخب اللي هو مزيان، شنو هو الخلل اللي كان؟ شنو هو ماشي الخلل، شنو هما الحوايج اللي سميتو؟ علاش تخترق البلوك ديالنا؟ علاش تخترق الدفاع؟ علاش تخترق كاري دي زويت؟ واش عرفتي واش بونو راه جبت شي كواري؟ لا اله الا الله، كيبانوا اهداف. انا ماشي كننتقدوا، كنقولوا علاش؟ حيت في كاس افريقيا لن يرحموك، غتعقل على هذه القضيه. شي في كاس افريقيا ياك في بلادك غتلعب، والله ما ترحم، كاينين منتخبات اللي صعيبه وصعيبه بزاف. ما غاتجيش وتماركي على 4 ولا جاوهم فرص بحال هكا غادي يماركيو عليك. طيب خصك تعرف هذه القضيه. نرجع عند مراد لانه طلب تدخل في القضيه ديال النقطه ديال دياز ياك ولا وسط الميدان؟ لا على وسط الميدان، ومن قبيله وحنا كنهضروا حنا في التدخلات ديال السي مصطفى، ولا حتى بعض المرات الاخوه اللي كاينين، وحتى من البارح وحنا كنتصفح كيبان لنا الموضوع ديال الساعه هو العجرافه ديال زياش، ودائما ديك لا كومباريزون ما بين زياش ودياز. علاش بالضبط خصهم يكون هكا؟ سي با ميم بوست. واش على البيلاتي؟ سي با ميم بوست. انا غنرجع لعندك هذاك الشيء، ماشي البوست بحال انا ما بغيتش نابوردي هذا السوجي ديال البيلاتي لانه لا يستحق. لا انا جايك حيت البوست ديالو ماشي بحال لا كاليتي الجوغ، ماشي بحال واحد كيلعب تكنيكمون فور ورابيد بحال ان جوغ اللي ممكن يكون ستابل ولكن يعطيك لا ديغنييغ باس، ممكن يتي لي كوفون بيلاتي لا فراب دو بال ديالو بريسيز، داكشي ديالو ديال الهبال. وكاين ان جوغ اللي كيليميني واحد جوج وعنده من الاشياء اللي ممكن. انا نجاوبك علاش 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 دابا مشيتي معايا، دابا غادي معايا. انا نجاوبو علاش هادي، لان وليد البارح في الندوه الصحفيه دوى عليها بالتدقيق، قال لك انا لعبت بجوج 10. واش منطقي انه تلعب بجوج 10 وانت عندك ربما لاعبين اخرين بحال اوناحي اللي قدر انه يفتح لك بزاف ديال الامور كيف ما كان في المباريات السابقه، وتستعن اما بزياش واما بدياز. داكوغ دابا الا قلت لك انا اوناحي انا بلي كاليتي ديالو خصو يلعب، ولكن الا بغيت نقول بانه اناحي وعاد نقلب على دي جوغ واحد اخرين، دونك نقول لهم بانه اي لاعب ما كيعرفش الفرقه ديالو راه ممكن يلعب ليكيب ناسيونال. دونك باش ما نكونوش كنتناقضوا في الامور ديالنا، كنطالبوا باللاعبين انه يكون ذاك الاحتكاك وتكون ذاك لا كومبيتيسيون، ويكون لو جوغ لعب بزاف ديال لي ماتش باش ممكن يلعب في الفريق الوطني المغربي، ومام طون كنطلبوا على انه لا اللي كيلعب الفرقه ديالو هو اللي خصو يجي ليكيب ناسيونال. دونك الا كانت هذه كاين بزاف ديال اللاعبين اللي خصهم يكونوا، وكاين اللاعبين اللي كاين فريق وطني ما خصهمش يكونوا، خصهم يمشيو. غير انا بغيت نقول دو مونور دو جو ممكن كيكونوا في بزاف ديال البلايص، راه كان واحد الوقت كيلعب شيشه وكان كيلعب محمد تيمومي، واحد الوقت كان كيلعب ستوشكوف وكيرجع الميليو تيران باترون وكان معه بالاكوف. داكوغ، دونك كانوا بزاف ديال الفراغي، راه واحد الوقت كنتي كتلعب بان جوور اللي فغيمون الهبال ديال الهبال اللي هو سيلفا، وكتلعب بنيستا دو مونور دو جو. دونك بزاف ديال لي زيكزومبل اللي كاينين في الكره، ولكن فين كاين هو انه يكون داك التناغم ما بين هاد لي دو جوار، كيكون التنسيق ما بين لي جوار، غير خصهم يعرفوا الناس راه المنظومه كلها راه ماشي دو جوار اللي خصهم يكونوا كينسقوا بيناتهم. راه قلت لك قبيله باش تكون عندك ديفونس في المستوى خص يكون عندك ميليو تيران في المستوى، واللي كيدي ستابيليزاسيون ميليو تيران هو داك داك ريكوبيراتور اللي كيكون واقف. ما نساوش بانه البارح لو كان مرابط في لو توب ديالو كيسهل على اللعابه على انهم ياخذوها سهله. ملي كياخذوها سهله كتكون داك بيرميتاسيون ما بين لو جوغ اللي كيكونوا في لا لين الاخريه ديال لاتاك، كياخذوها في الظهر ديال لي جوغ كنوصلوا للبوطو. وصلنا للبوطو للمره الاولى
وخداها دوموندها الرحيمي في واحد في واحد في واحد لا سيتياسيون فريمون انكرويابل لا باس ديال المزراوي دوموندها في الدار سيد بيناتي. دونك خصنا نهضروا على حوايج اللي هما كيشافوا لي طوالين في المستوى الكبير. كاين حوايج اللي هما مزيانين سي فري وكاين بعض المرات كينقشوا شي التناغم، مي كانت شويه ديال الناس شويه البارح في لا كونسونطراسيون وكانوا اخطاء اللي هما انديفيديوال هما اللي خلاو على انه نتكلموا على الحارس انه كان في المستوى، غير نكونوا كنفرقوا ما بين الطريقه باش كيلعب زياش وباش كيلعب دياز. دياز ان جوغ اللي هو بوليفالون، ممكن يلعبوا في لادروات، ممكن يلعبوا في لاغوش، ممكن يلعبوا ان مينور دو جو، ممكن يلعبوا ان اتاكون ولا فو اتاكون كما تنقولوا داك نافي دمي. زياش عنده واحد لو بوست كيلعب فيه، دونك علاش؟ لانه ماشي رابيد تكنيكمون، لا تكنيك ديالو اللي كانت ماشي هي اللي كيستعمل الان. واحد الناس كان كيبان لهم رونالدو تكنيك واعر واحد الوقت، دابا كيبان لك بانه ماشي رونالدو تكنيك واعر. دونك زياج واحد الوقت كان تكنيك كيبان لك واعر لان لا فورس والفيزيك كيعاونوا، دابا كيبان لك بانه يمكن يعطيك لا ديغنيغ باس وهو ستابل يعطيك بزاف د الحوايج. دونك خصنا نميزوا ما بين جوغ وجوغ. راه سي شوكو انه البارح الى ريحتي مزيان وعاودتي المباراه وما كتفرجش بان داخله في الخانه ديال المباراه الرسميه ولكن ما عندهاش يعني تفرج بلا عاطفه، تفرج بلا عاطفه بلا والو، سيتيكو غيبان لك بزاف ديال الحوايج زوينين. حنا ما كنلمعوش الصوره ديال شي واحد، كون تيقيم من الاخطاء اليوم عند سي يوسف حداوي في راديو اصوات غنناقشوهم، والحوايج اللي مزيانين غنناقشوهم، والاختلاف لا يسيد الود قضيه طبعا. دونك حنا كاين امور اللي كنناقشوها بيناتنا، وسي سيكو انه الانسان اللي كيتصنت لينا راه غيفهم بان بزاف د الحوايج غادي نقولوه. سي مصطفى على مستوى الهجوم بعجاله هذاك اللي نهضر معاك دابا كاين واحد الحاجه كتسمى لوكيباسيون كنقول لها راسيونيل ديال ارضيه الملعب. دابا هذه هي اللي كان فيها البارح. شرح لينا هذه شنو هي بعدا. هو التموضع العقلاني في الملعب من 11 لعاب. اي اشرحها لينا ماشي ترجمه. ما فهمتيهاش ادبيا ما فهمتيهاش. غنشرحها لك ترجم. دابا هانت كيما قال السي حدي وتقدر تلعب دو مونور ديال لو جو، ولكن ملي يكون عندك دو مونور دو جو ولكن سميتو الكاسور معاه واحد اخر اللي هو خنوس مساعد ياك، هنا ملي كيهبطوا يدومونديو كوره وملي كيرجعوا لوسط الميدان اش كيوقع في لاطاك؟ واش كتكون لوكيباسيون مزيانه؟ كتكون لا دروات خاويه. نعم. إذن إلا كانت عندك غير جبهه واحده اللي هي اليسر كتسهل مورية على سميتو الخصم، ولكن البارح شنا بان مرزراوي وحكيمي كيطلعوا في نفس الوقت. دابا هذاك التعويض ديال بان دياز يدخل وزياش يدخلوا وخنوس كنعاودوه مزراوي الفوق، ولكن خصو يكون منطقي. اش خصو يكون؟ خصو يكون انا ريردو اللي تري رابيد. علاش؟ باش يكون في نفس النيفو مع رحيمي والزلزولي. دابا اش كنقول لك دياز خصو يلعب تما؟ ما يمكنش تلعب واحد تكمل به الكونتكست ديال خط الهجوم بدو جو رابيد واحد ثقيل مزراوي ثقيل ماشي سي رابيد اللي غادي ولا كيديزيكيليبري مثلا. شكون اللي ثقيل؟ مزراوي سي لي با رابيد. مزراوي كومون لي با رابيد نو لي با رابيد ولو جو بلو رابيد في ماتش السرا رحيمي في نفس سميتو صحنا. نو انا ما كنقولش ثقيل دكاكا. نو 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 شوف مصطفى لا رابيديتي هو جوغ لو بلو رابيد من بعد الرحيمي من بعد الحكيمي هو مزراوي. راه هذوك اللي كانوا يجروا مع اوسين بولت كلهم رابيد وراك كيلوحهم بسميتو. انا كنقول لك اللي خصو يمشي مع رحيمي. علاش انا قلت رحيمي خصو يلعب افون سونتر؟ لانه هو اللي عنده السرعه اللي غيمشي بها مثلا مع المهاجمين اللي عندنا. الا خدينا دياز الا خدينا زلزال السون تري رابيد. راه مزراوي ما يقدرش يمشي معاهم مثلا كوم ارير دروا. اسمع باش نفهم باش نعوضوا دياز في الهجوم يدخل يلعب وسط الميدان خصنا اللي يعوض لينا تخنس ما يقدرش يلعب ايلي دروا يعوض لينا السرعه ولو ديزيكيليبر ديال سميتو. شتي خنوس ملي كتعطيه لي في لادروات كيوقف وكيقلب كيفاش يلعبها ويعطيها. اذا اش كيوقع لاعب بلاتي راه حيت كاين دي كونتر اتاك كاين ان جو سميتو كاين لاتاك رابيد. شوف راه كنعرف علاش كنهضر. اذا باش نعوضوا باش نمشيو في نفس السرعه ديال رحيم سميتو رحيم اللي مشى دخل واش السرعه واش كتعني بها ديال لاكسيون دي لا فيتيس او لا كيفاش كتمشي يعني ديال لاكسيون ديال ديبلاسمون ديال لاكسيون. وي اسمع يعني ماشي لا فيتيس اكد لي واش لا فيتيس بجوج حسبهم بجوج واش مزراوي سريع بحال الزلزولي بحال رحيمي
فايتهم واش في لا فيتيس ولا في لاكسي؟ لا في لا فيتيس. لا فيتيس ما عرفتش كنظن واش لا فيتيس افيك بالون ولا سون بالون؟ لا افيك بالون. ولا افيك بالون راه لو جوغ راه سي با ميم بوز ان جوغ لي افيك بالون ماشي بحال ان ديفونسور اللي هو يجو سون بالون دونك لا ريكوبيراسيون ماشي هي بلاكسيون. انا غادي نشرح لك بطريقه اخرى. دابا باش نعطي ان ريو دروا يعوض ليا انيلي دياس اللي هو سريع خصو كي بينيتري واش يقدر يقوم بنفس المهمه يعوضوا مزراوي مثلا يعوضوا في السرعه في البينيتراسيون كما قال المراد ماشي نفس البوست ودابا اش كنعاود لك انا واحد هادشي علاش حيت ماشي نفس البوست ما عندوش لي كاركتيرستيك باش يعوض لنا اني لي دروا. دابا اش كنقول لك دابا هادشي كله منين جاي؟ منين جاي؟ هو ان ملي يكون عندي دي بروفيل اللي غادي يكونوا قويين لعاب غيكون قوي في واحد البوست يكون ان بوتونسييل خصني نستغلو راه هادشي كنهضرك عليه. انا واحد اللي غنستغلو غيديزيكليبري ليا غيقتل ليا لا ديفونس علاش غادي ندخلو لداخل عند يجي عند مرابط يفهمني. دابا واحد غادي نستغلو حتى بحال دابا جبتي نجار قلتي لي صايب ليا ريدو ديال الحديد راه هي هادي. انت دابا لعاب فاش تستغلو في واحد البوست عندك شي واحد بحال دياز مثلا في ذاك سميتو ايه نديرها ما عنديش اللي غيعوض ليا مثلا ديك لا دروات الزلزولي اللي داز لا دروات مثلا دخلت من صغير شي حاجه ايه خصني دابا اشنو هو ليكيليبر في خاطر كلام مصطفى راه ما كانش معنا دياز في كوب دي موند يتصنت ليا دياز راه ما كانش معنا في كوب دي موند لا ولكن العلاقه لا اللعب ديال دابا العلاقه وكاس افريقيا ولكن ارضاء كوب دي موند راه كنا دايرين الطوبيس راه لا 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 حيد عليا تصنت ليا لا لا مصطفى مصطفى وانت دابا جبتي ناقشوا انا وياك لا لا واش كوب دي موند اش كنا كنديروا حيت الا ناقشنا الا ناقشنا مصطفى بدون تعصب لا ما تقلقش لا ماشي كتعصب كتقارن ليا انت يا لاطاك مع لاطاك اورغانيزي مع اون ديفونس انا اذا ما لقيتش بحال هكا ما غناقشوش انا وياك دونك اسمع بدون تعصب سي مصطفى اسمع راه ما يمكنش نخدموا لارضاء دياز هذه وحده لانه لانه مبين وحنا كنستغلوا ماشي ارضاؤه دونك باقي ما سمعتيش الفكره ديال لا لا خليك ملي كمل لا وقال لي انا ما قلتش ارضاؤه انا ما رضي لا زياش ولا ماشي انت ولا بونو ولا حتى شي واحد دابا حنا كنتكلموا الراس ما كنتكلموا الناس استغلال لا هي باش نصحح لك مصطفى انا ما جاوبتش انت انا هي كنقول لك واحد الكلمه باش يبقى يعني انا الاتجاه فين انا تنقول بانه ملي قلت بانه ماشي الارضاء ديات ماشي لك مصطفى انا كنناقش مع الناس لاننا دابا حنا جالسين دونك هذه المائده اللي كانت راه مشارك فيها العالم واضح النقطه ديالي ماشي دونك انا تنقول بانه ملي قلت في لاكوب دي موند ما كانش دياز راه النيفو ديالنا ما كانش كنا كنلعبوا ديفونسيف 100% والدليل ان عرفنا كيفاش نشطوا البوطو والدليل هو ان عرفنا كيفاش ندافعوا كانوا بزاف الحوايج اللي هما ايجابيين وكانوا الحوايج اللي سلبيين. الان انا ملي كنكون ناقش ان جوور اللي هو لعب في اجاكس ولعب في بايرن والان كيلعب تيتويلاغ في مانشستر لو جوغ لو بلو رابيد من بعد حكيمي في ليكيب ناسيونال كنفرقوا ما بين ان ان جوغ لي افيك بالون يعني وسون بالون لو جوغ ديال الزلزولي ولا الاخوان الاخر ولا بنت الصغير ولا هذا ملي يكون ان جوغ في لا فيتاس ديالو ولا لا فيتاس ديالو باش كيوصل من واحد المكان لواحد المكان ماشي هي انه غنمشي ديفونسيف باش ريكيبيري واحد البالون. ان جوغ اللي ممكن يمشي فيك بالون بحال الزلزولي ماشي بحال ان جوغ اللي ممكن انه يرجع باش ياخذ البالون. مي انا تنقول لك واحد القضيه تيبان لي بانه الناس ولاو كيقلبوا على انه باش يكون حكيم زياش ما يكونش وانه نديروا الخاطر لا هو مش مصطفى انا تنقول على نفسي من بعد التعاليق ديال الناس بزاف ديال الناس صحابي كنشارك معاهم كندير دي لايف مع الناس كنشاركوا معاهم كيكون الحضور ديالنا كنناقشوا في هذا في الخاص تيبان لي بانه الناس كيبان لهم بانه زياش ما بقاش عنده الحق يلعب في ليكيب ناسيونال ما بقاش عنده لا كاليتي باش يلعب في ليكيب ناسيونال وخص نديروا بزاف ديال الحوايج باش نخرجوا من دياز على انه يكون هو ذاك لو باترون ماشي هذه الفكره هو انه يكون ليكيليبر في ليكيب ناسيونال سواء كان زياش او لا دياز ليكيليبر اربعه لوحده راه قالها البارح بلاتي قالها البارح وليد الكراكي بنفسه قال لك اودي راه باقي ما لقيناش ليكيليبر سمع راه قالها هو وليد البارح في الكونفيرونس سمع ليا باش ما نمشيش شي حاجه من علاش قلت لك انا لا علاقه بالمونديال بدابا سمع شكون اللي كان عندنا الياف كيديزيكيليبري بوفال حسب دابا دياز زلزولي عدلي اخو ماش بن الصغير زي باقي شي واحد اخر خمسه رحيمي لا هذاك افون سونتر حنا كنهضروا على اللي زين حاجه ظاهره بان اللاعب اللي غيكون اللي كان في المونديال ما غاديش يكون دابا الا كانوا عندنا خمسه ديال اللي زال وغادي نبقاو نلعبوا بحال كيف كنا في المونديال اذا راه شي حاجه ماشي هي هذيك كنقول انا خصنا نستغلو هاد دياز خصنا نستغلو راه يدير لنا غا دو زاكسيون ولا تروا زاكسيون بديك الكاليتي ديالو الا دارهم مزيان وافيكاس بارك علينا طيب شوف
امتى كيكون ليكيليبر ملي كنقولوا ايكيليبر في خط الهجوم باش كنديروا باش هو ملي كنهجموا من اليمين ومن اليسار ومن الوسط هذا هو الكيبر الا كانت البارح بريمير ميتو الجهه اليمنى خاويه عندنا ان ديزيكيليبر علاش كتسهل الماموريه مع العلم انه الجهه اليمنى كانت هي اقوى جهه لان كان فيها حكيمي اي غتصنص كان فيها مزراوي ماشي حكيمي لا قلت لك انا كانت الجهه اليمنى ديالنا حنا كانت الجهه اليمنى عندنا سابقا مع المنتخب حيت كان حكيمي تما كانت خاويه البارح وترجع بزاف المرات كانت خاويه اذا اش كيوقع دابا اش كيوقع المشكل فين كيوقع ملي كيكون عندك ان ديزيكيليبر بحال هكا جبهه اللي عندك خاويه كتسهل الماموريه على سميتو على الاخرين الا دخلتي انت اللعاب الوسط انت كتحرر مثلا هذيك الجهه اشنو هو غادي يجيو غادي يديروا لك ماركاج اللي هو كاع انديفيديو للزوري وهما غيشلوا لك مثلا ملي كيكون بحال هكا اشنو هو انت هذيك الخط الدفاع ديالهم احنا باش كنخلقوا لي زانترفال في سميتو في الديفونس ديال الخصم راه هي ملي كنفتحوا جبهات بحال هكا كنحلوهم كيبدا ديك الباسكولاسيون كتم غادا كيوقع فيها ان ديكالاج كنستغلوه على راه التاكتيك راه بحال هكا راه هو دوك الهفوات ودوك حد ديك لا سيركولاسيون ديال البال ودوك التحركات اما اللي شديتي انت اللعابه كلهم يجيو يطلبوا كره ثلاثه جايين يطلبوا مثلا كره اش خليتي الفوق ما خليتي والو ملي غتريكوبيري لا بال ما غتلقاش ان بروغريسيون رابيد دابا المشكل فين كاين هو المساحات قصاروا بان لابار خاصها تمشي رابيدمون خاص اللعابه يديبلاصوا وشتيمو انا البارح باش شفتكم شفتوا البارح ملي كانوا دايرين بريسينغ هما راه خروج الكره كان عندنا صعيب ما شفتوش ملي داروا بريسينغ هما ما خلاناش نوروا الكره راه خصنا نرجعوا للبريمير ميتو راه غنلقاو بان راه كنا راه كان لو بروبليم فوس تيران واش كان لو بروبليم فوس تيران ولا كان لو بروبليم ديال هذوك لي زاتاكو اللي ما كانوش كياخذوا البالون او ان لي ديفونسور اللي ما كانوش كيخرجوا البالون في الارض فين كاع عندنا مشكل لانه باش لا انا ما كنقولش كان في اللعبه كنقول لك في الاورغانيزاسيون ديالهم في وسط الميدان ما كانوش زائد الاخطاء ديال اللعابه ديال سميتو ديال جاوب على السؤال فين كان المشكل فين كان المشكل اخطاء ترتكبوا في الدفاع ولكن الضيوك اللي كان كيتخترق والكاريديوز اللي كانوا كيوصلوا ليه وسط الميدان ما كانش بيان اورغانيز غير ما كانش منظم راه ماشي كنقولوا راه ما هي ما كانش منظم حيت التنظيم فاش كيكون التنظيم راه ماشي هي اللي كدير ديك 4 3 3 وكيوقفوا التنظيم هو ان سيستيم ديناميك قلت لك التصحيح على مدار الساعه ملي خصنا نديروا البريسينغ خاص كل واحد نعرفوا المهمه ديال البارح المهام كانت ناقصه ملي واحد كيقوم مثلا بمهمه كتلقى واحد اخر حتى الموضوع ديالو ماشي هذوك ملي كنا كنجيو نطلبوا الكره وكنخرجوا كنخرجوا بها رجعوا للبريمير ميتو غتلقاو بان ما كيلقاوش كيفاش سميتو اي بروغريسيو لا بروغريسيون كانت فيها مشكل البارح بسميتو بالاورغانيزاسيون ديال وسط الميدان انا لخصتها لك طيب شكرا لك العفو سيدي العفو مازال كنت كومونيكا مع المخرج شحال باقي لنا ديال 9 دقائق فين غتنوض واش قلتي شكرا لك باقي لنا غير خرجت عفويه الماتش ديال نهار الاثنين ان شاء الله غادي تلعب في اكادير هو اخر ماتش غادي تلعب في مدينه اكادير على اعتبار ان ملعب اكادير الكبير غادي تغلق بسبب الاصلاحات اللي باش يكون واجد في نهائيات كاس امم افريقيا 2025 ونهائيات كاس العالم 2030 المباراه المقبله غادي تكون بعد لي سوتو في مدينه وجده ملعب الشرفي بوجده اللي غادي يحتضن مباراه المنتخب الوطني المغربي امام افريقيا الوسطى ذهبا وايابا المباراة ديال لي سوتو نهار الاثنين سي مراد حديوي شنو اللي خاص يدار فيها بالنسبة للوليد الركراكي بالنظر لما تابعناه في آخر ثلاثة مباريات لا أمام زامبيا ولا أمام منتخب الكونغو ولا كذلك أمام منتخب الغابون يوم أمس أولا هنيئا الناس ديال وجدة على أنهم المباريات الجايين يستضفوا في المدينة ديالهم لأنه كيستحقوا منا لأنه تهم يشاهدوا الفريق الوطني في الملعب ديالهم كنتمنى هذه الفكرة تعم في مدن أخرى بحال نمشيو للعيون نمشيو لمدن أخرى لانه في الاحترام ديالنا الاماكن اللي هي تاريخيه ديالنا كنفرقعوا المراره ديال واحد 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 البلاد ديال اللي دوك للهجيه دونك وكنستمتع انا دائما واتلذذ ملي كنشوف الاستحقاقات ديال الفريق الوطني المغربي بغض النظر الاستحقاقات ديالهم او الافشال ديالهم او الفشل ديالهم يعني دائما كنقول بانه الا بغينا نمشيو مزيان خصنا نكونوا مامنين سياسيا ونكونوا كنعرفوا نجيروا الامور اللي هي رياضيا رجوعا للمباراه ديالك ضد لي سوتو كنتمنى على انه تعطى فرصه للاعبين اخرين بدون ما نضيعوا الهويه ديالنا اللي هي الفريق الوطني المغربي ماشي لانه ندخلوا دي جوغ اللي كنعتبرهم حنا او تيعتبروا عند بعض الناس انهم هما دي رومبلاسون ما عندناش رومبلاسون في ليكيب ناسيونال مي كاينين دي جوغ اللي لا ما شفناهمش ما يمكنش نحكموا عليهم
كاين دي جوغ اللي يمكن نعطيهم الفرصه اللي ما لعبوش فرقي ديالهم يعاودوا يلعبوا لانه غادي يستافدوا نزيدوا نعطيهم دي ماتش بحال اوناحي يلعب بحال دي جوغ الاخرين بحال اكرت تا هو نعاود نعطيه الفرصه باش يلعب كاينين دي جو بحال بحال ازنو نعطيه فرصه باش يلعب اول واحد اول وحدي كاينين دي جو بحال اخو ماش كاينين دي جو بحال بن صغير كاينين دي جو صوفي لكن بن صغير على حساب لا بليسيور ديالو لانه سمعت بانه بليسي ماشي شي حاجه كبيره نعم وكنحترم على انه في جوز اولمبيك ان المنتخب ديال الفريق ديال موناكو ما لقيناش مع صعوبات رخص اللاعب على انه باش يكون متواجد في جوز اولمبيك دونك كل الاحترام على انه الا كانت هذيك البليسيور هي صغيره نحاولوا انه نعطيه واحد الوقت ديالو يرتاح مع راسه باش يرجع ويكون في لوطوب ديالو كنظن بانه وليد خصو يعرف بانه الكريتيك راه ماشي ضده راه الكريتيك معاه واي واحد بطريقه باش تكلم بها سي مصطفى صدقي ولا تكلم بها مراد حديود ولا الاخرين سي سيكو غنشوف اتجاه واحد اللي خايب هو يكون دائما تنقيس غير هو ما يكونش كريتيك حيت هذاك السيد اللي هو وليد الكريكي ما بغيناش يكون في ذاك البوست انا جايك غير هو ما يكونش تنقيس من واحد الشخص اللي بحال كيجيك واحد من الناس اللي يمكن كنا حاطينهم في واحد المكان وكانوا ناس محترمين ونسى نفسه بانه كان في واحد الباص المكان ديال القرار في الرياضه وكان في واحد الاذاعه او واحد التلفازه اللي هي محترمه ويجي علقنا دو ميكرو واحد على اليمين واحد على اليسار ويكون الهم الاول والاخير ديالو هو الدرغدغي يكون كيتكلم عليه دائما بانه وليد ضعيف تكتيكيا وحتى انسانيا وما عرفش يجير الامور ديالو ويمكن ثقافته ماشي هذيك ومن بعد كتخرج بالصريح وكتقول لهم بانه انا ما عندي حتى مشكل مع وليد الدرغدغي انا بالعكس انا كنحترمه ويمكن وليد ما كيعرفنيش يمكن يعرفكش سي سيكو انه انت كمغربي حاول على انه تعطي كريتيك وتتكلم على امور تقنيه والامور التقنيه كاين جوج الحوايج اللي ممكن يتكلموا فيها لعبتي الكره وتكونتي او ممكن لعبتي شويه ديال الكره وتكونتي او انك كنتي كتفهم فيها مزيان وتكونتي ماشي اي واحد كيتكلم في الامور اللي هي تقنيه دونك انا كنقول اي واحد بغى يكريتيكي وليد يمشي يقرا شي شويه ويتعلم شي شويه ماشي كنقول بانه هو راه قران منزل لا لا اللي بغى يهضر يهضر ولكن يعجبني على انه منين ندخل ويبان لي كريتيك ديال شي واحد بحال قبيله كيهضر السي مصطفى ولكن ما يمكنش نتقلق لانه الامور اللي كيقيسها كيقيسك بالمسائل هي تقنيه دونك ما نتقلقش على انه تكلم على انه وليد دار اخطاء واش انا تنقول لك بانه وليد ما دارش اخطاء في اخطاء دارهم وليد دارهم مراد حديود دارهم سيد قري دارهم اكس دارهم سيف دونك انا كنقول الامور اللي كاينه خصنا نمشيو مع الفريق الوطني المغربي وسي سيغ في المباراه الجايه غيكون امتاع ان شاء الله الا تعطات فرصه للاعبين اخرين لان كاينين لاعبين اخرين لا تيغزوين تيغزوين ياك الجوغ تيغزوي ولا الجوغ اللي لعب مع اولمبي تيغدوين لو جوغ اللي لعب في السيران حتى هو تيرغالين كنعتذروا منه على انه ما نطقناش الاسم ديالو ولكن سي سيغ لي كاليتي ديالو كتخلينا دائما يبقى دائما في المخيله ديالنا ريشاليتسون ان تري 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 بون جوار كاين دي جوغ اللي في السيران عندنا باش نفاريو سي سيغ ان شاء الله يكون الامتاع المباراه الجايه نعم سي مصطفى نهار الاثنين شنو خاص يدار بالنسبه للمباراه لي سوتو نذكروا لي سوتو خسرت الماتش ديالها الاول امام افريقيا الوسطى 3-1 نقول لك واحد الحاجه قبل دي لا فوينتاج دار في كوب دورو تدار ربح كوب دورو لا باداء وب هتنتقد في المقابله الاولى في راسك نزلوا عليه واحد نزل بريمير ميتو بالاخص بريمير ميتو عادي دا كوب دورو وناضوا ليه بان هذا المنتخب اللي يلعب ضده في لعابه اللي ما كاينينش في لعابه اللي هما جداد ومع ذلك درتي واحد لواحد وتنتقد عادي ماشي مشكل شنو خصنا نديروا ضد لي سوتو راه اش خصو يدير وليد دابا هو عارفه هو وجد منتخب كاس افريقيا ماشي مشكل احنا دابا غير كنقولوا مثلا داكشي اللي وقع البارح في برميطه ما خصوش يعاود مثلا يوقع ومن الاحسن يتابع هذه المسائل هذه ديال اللعاب حيت ما خصهاش اللعاب راه كياخذوا الحريه ديالو في التيران وما يقومش بالمهمه ديالو حتى الموضوع ديالو يمشي فين بغى يدير مرتاح يبقى مازال يجرب لي سوطو ماشي شي منتخب اللي هو المنتخبات الرائده في افريقيا ولكن كنظن بان اذا كنا مثلا دوزيام ميتون ديزيكيليبرينا مزيان ضد الكابون ضد لي سوتو ما يكونش مشكل هو اللي خاص هو خصنا نستغلوا هاد الاوقات هادي ونستغلوا هاد الجينيراسيون هاد اللعاب هادو خص يكون عندنا منتخب اللي مقاد وقوي ما كنقولش ما عندناش ربحنا ب 4-1 راه كاينه شي حاجه اللي هي مزيانه ومزيانه بزاف لكن
توحل وتمرمد في واحد ميطا مثلا بحال البارح، كاين شي حوايج اللي خاص تقادو لا وخاص يضبطو، وكاين شي حوايج اللي خاص سميتو يتزيرو كروات الوالب. طيب زمان ديالنا رجع قال لك برافو حديود، كلام في الصميم، الموضوع ليس كل من هب ودب سيحلل تقنيم من مستوى عالي. طلال الاحمد، طلال الياسر محمد قال لك غادي نكون خارج الموضوع، غادي نتكلموا على الالعاب ديال باريس 2024 والناس ديال الجامعات ما تحاسب معاهم حتى واحد، او ديال اللي غيتحاسب معاهم راه هما اش كيقولوا النيابه العامه والدوله اللي خاصها تحاكم او تحاسب هاد الناس هادو اللي سنوات وسنوات على رؤوس الجامعات. اما حنا راه كيف قلتها في اخر حلقه في الموسم اللي الماضي في اخر يوم ديال الالعاب الاولمبيه، انا راه من 2008 ملي بديت هذا البرنامج هذا مع السي حسن منياني الاستاذ ديالنا الله يذكره بخير، من 2008 وانا كنقول نفس الهضره وكنقول نفس الكلام. شنو غادي 16 عام ولا اكثر من 17 عام وانا كنقول نفس الهضره، شنو غادي نزيد؟ انا بعدا ما لقيت ما نزيد. عندي واحد بعجله، انا وصلنا لسته. نعم واش نقول السته؟ سمح لينا السته، هي ديك السته سمح لينا. سيف الدين يسمح لينا، يسمح لنا سيف الدين واحد المداخله. دونك انا تنقول بانه ضروري ما تكون المحاسبه، وكنتمنى انه دوك الشيء اللي كان كيتقال شحال هذه دعاف الله عما سلف ما يكونش. لانه مادام كنتكلموا على كره القدم بحرقه، كنتكلموا على الرياضات الاخرى، كاين حوايج اللي ما يمكنش على انه بنادم كتلقى رئيس ديال الجامعه 20 سنه في واحد المكان وما يمكنش يعطي. وحنا تعودوا على الناس باش نجيو عند الحداوي نقولوا الحقيقه، من غير الحقيقه ما خصناش نكونوا حاضرين هنا وما نكونوش متواجدين. كنت يقن هنا ما كنجيوش بالارضاء للاسماء بقدر ما انه كريتيكيو اي واحد كيما بغى يكون نوعه. حنا عندنا شعار واحد الخالد اللي هو الله الوطن الملك، كاين المحرمات وكاين مقدسات، كاين اشياء اللي تحترم وكاين اشياء اللي ما يمكنش تهضر فيها، ولكن باش ان واحد يجي يدير لنا العلم ديالو وممكن انه يتكلم في الباسكيت وهو ما كيفهم والو فيه وهو عنده علاقه مع السيد، كنختلف معكم واحد نظرته واحد تدوينه ويمكن تقلقوا فيها الناس. لعبنا وخسرنا وقيله بشي 14-0 في الكره ديال هذوك ديال البحر، وانا نقول لهم الحمد لله ما غرقناش وتقلقوا الناس، ولكن مش راح الناس فهموا على الاتجاه ديالي فين غادي. انا تنقول لهم بانه هذه الحرقه على كره القدم تكون على رياضات اخرى. نعم وما كنمشيوش لتما ونلمعوا الصوره ديالنا ميداليه ذهبيه اللي كتجي في 1500 3000. اي واحد ممكن خصو يجري، لانه هذاك السيد اللي هو مطوع مسكين وكيطيح وكيتقيا في التدخل في الخدمه ديالو لقاوه في ميادين اخرى. نسال الله عز وجل يكون التغيير كيبدا من راديو اطواس ان شاء الله. اختلفوا معكم نزيد بعجاله. لا رؤوس الجامعه ما خصوش يتحاسبوا، الواحد يخصو يتحاسبوا، ما حنا ما كنحشموش صافي. ولا كانوا اولياء الصالحين باش عرفتي اولياء الصالحين ما كتعرفوش وتبقاو تتهموا عباد الله غير حنا والله الا حنا ما كنحشموش. شكرا لك سي صالح، شكرا سي مراد، شكرا سي الدين بلغيتي اللي كان معنا في اخراج هذه الحصه. غدا ان شاء الله جدد الموعد من 4 الساعه الى اللقاء.